يا صباح الهنا والرزق وحلقه جديده وعشر الصبح في الاهلي واخر الاسبوع. والنهارده معانا مش هقول بقى ضيف خلاص، هو صاحب مكان طبعا، زميلنا العزيز جدا فاروق صلاح. بونجور يا فاروق. لهوند صباح الخير، برحب بيكي وصباح الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، انا مبسوط ان انا موجود معاك يا لهوند دايما. وانا كمان والله يا فاروق. ويعني خليني اقول لك على حاجه، انتوا كده كده من المراسلين اللي معانا اصلا في جزء من يعني البرنامج ده من بدايته، وانا عارفه قد ايه برده البرنامج ده بيفرق معاكم بشكل خاص، فانا سعيده ان انت تكون معانا. والنهارده معانا بقى فقرات ومعانا اخبار كتيره جدا، خلينا نعرف منك النهارده ضيوفنا مين بالظبط. عندنا النهارده فقرة الجولف كروكيه، هيكون معانا كابتن صلاح الدين محمد صلاح الدين والكابتن محمد كارم، وطبعا هيكون معانا الفقره الثانيه نهوند نجم النادي الاهلي السابق الكابتن اسلام عادل. هنتكلم في كتير من الملفات طبعا النادي الاهلي واستعداداته لطبعا المعترك الافريقي امام البدايه يكون امام سيمبا، وايضا استعدادات المنتخب المصري طبعا للمباراتين الوديتين امام زامبيا والجزائر اللي نتمنى فيهم التوفيق، ويكون فتره اعداد مهمه جدا للمنتخب المصري يا نهوند. بص انا دايما طبعا من الناس او كلنا اعتقد مقتنعين جدا ان فتره الاعداد هي الفتره الاساسيه اللي انت بتطمن عليها على اللي جاي، وكمان بتبني على اللي جاي بشكل كبير جدا. في ناس او معظم الناس تقول لك الاعداد مش مهم والوديات مش مهمه او النتائج بتاعتها وغيره. لا، انا بشوف ان الوديات بالعكس، كل ما الوديات بتاعتك تبقى قويه ومع مستويات كمان في فرق فنيه قويه وفيها تنافسيه شديده، كل كمان ما انت بتزيد مهاره وبتزيد فنيات وبتزيد ثقه لبدايه بقى موسم او للي جاي. فان شاء الله احنا طبعا هنتكلم بالتفاصيل على كل الوديات اللي معانا، بس خلينا قبل كل حاجه وقبل ما نبدا كمان عايز اقول لحضراتكم، يعني نقول تحديدا لكابتن محمود الخطيب، يعني الحمد لله على السلامة، عودته طبعا من الرحلة العلاجية في فرنسا، كنا تابعنا يعني على مدار تقريبا الأسبوعين اللي فاتوا حالة كابتن محمود وطمنا حضراتكم. وكالعادة كابتن محمود الخطيب رجع على طول على الشغل وراح على طول على اجتماع، امبارح كان في اجتماع مهم جدا واجتمع بقيادات قطاع الناشئين بحضور طبعا لجنة التخطيط وكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وده كمان لمناقشة العديد من الملفات المهمة جدا في قطاع الناشئين تحديدا، وكمان بالأجهزة الفنية والإدارية اللي كانوا متواجدين. وخليني اقول لحضراتكم كمان، يعني كابتن محمود كان حريص على متابعه خطه العمل للفتره اللي جايه وعلى تطوير هذا القطاع اللي في غايه الاهميه، وكمان من كافه الجوانب، وان هو كمان يطمن على الفرق المختلفه ومشاركتهم في المنافسات المختلفه. يعني بص، لمسه كلنا كنا متوقعين حدوثها، او خلينا نقول كده لقطه كلنا كنا متوقعين حدوثها. ما كانش حد مثلا فاكر ان كابتن محمود اول ما هيرجع من السفر هياخد مثلا فتره راحه حتى لو يومين ثلاثه، لا، ورجع على طول على الشغل. هو كان بيتحدث ان في مهام كتيره جدا لازم يكون متواجد بسببها، وهو اصلا ما كانش هيكون غايب الا لو كان في حاجه طبعا اضطريته لده. فالحمد لله على السلامه كابتن بيبو، وسعداء والحمد لله ان احنا كمان بنطمن جماهيرنا على صحتك الحمد لله. يعني يا نهواند كلام مهم جدا خاص بقطاع الناشئين في النادي الاهلي والملفات المهمه جدا اللي بتدار في هذا التوقيت. عايزين برضو يعني مجهود كبير جدا مبذول من الكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وايضا الكابتن بدر رجب اللي نتمنى له طبعا السلامه المدير الفني لقطاع الناشئين في النادي الاهلي. كمان يا نهواند مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب قرر تاجيل افتتاح بعض المشروعات الانشائيه والخدميه بفرع زايد والتي كان المقرر لها النهارده طبعا، ده بسبب الاحداث المؤسفه اللي بتحصل لاشقائنا، ولكن في نفس وقت يقدر اعضاء النادي الاهلي من اليوم استخدام تلك المشروعات المشار اليها والاستفاده منها بشكل طبيعي. في سياق مختلف طبعا بقى يا نهواند بندخل في ملف كاس العالم، اعتقد النادي الاهلي بقى ضيف دائم في بطوله كاس العالم. الكابتن خالد بيبو كان في السعوديه مع وفد الفيفا لتفقد ملاعب مباريات كاس العالم للانديه وملاعب التدريب وبصحبته الكابتن سمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي. مشاركه مختلفه السنه دي، ويعني جماهير النادي الاهلي حلم من ضمن احلامها انها تحقق كاس العالم من هون. بص، جماهير النادي الاهلي حلمها ان هي تفضل بتحقق هقول ايه، البطولات في كل المنافسات اللي هي بتواجهها. للاسف الشديد، مش هقول للاسف، بالعكس، يعني هو يمكن للاسف عشان ده بيبقى ضغط وحمل كبير جدا على اللعيبه وعلى الفريق، لكن في نفس الوقت هو ده الطبيعي وحق مشروع. انا دلوقتي كنت ببص على تليفوني على التحديد على الخبر انت بتتكلم فيه وتاجيل افتتاح بعض يعني المنشات عندنا وبعض الاماكن وبعض المناطق
يعني عايزه اقول لحضراتكم كنا هنبقى سعداء جدا ان احنا كمان نعرضها على جماهير واعضاء النادي الاهلي، لكن طبعا عشان الظروف اللي بتمر بيها البلاد يعني والعالم والاحداث الاخيره طبعا. عايزه اقول لحضراتكم على تويتر انا كنت عايزه اقرا لا كم الناس اللي عامله شير لهذا الموضوع وشايفه ان دي خطوه محترمه جدا كتيره جدا. واحنا مش بنتكلم في كده اللي هو احنا فرحانين ان احنا عملنا كده، وفي الاول وفي الاخر الواحد لما بيبقى عنده نوع من الاحساس بالغير او بيعمل حاجه لان هو مؤمن بقضيه ما، ده بيعملها عشان هو شايف كده، عشان هو ده الصح. النادي الاهلي احنا مش هنتكلم عن قد ايه هو سباق في هذه الامور يا فاروق، لكن ردود الافعال اللي انا شفتها بجد يعني على تويتر وعلى مواقع مختلفه انا اسعدتني بشكل كبير جدا. الواحد يعني حاسس ان كلنا كاهلاويه كلنا كمصريين حابين ان احنا على الاقل بحاجات بسيطه جدا ان احنا نعبر للعالم كله قد ايه احنا مهتمين بهذه القضيه وقد ايه مهتمين اكيد باخواتنا اللي في الدول المختلفه اللي بيعانوا للاسف الشديد من ملفات مختلفه. انا مش عايزه اخش دلوقتي في تفاصيلها لان مش موضوعنا، بس اكيد كانت حاجه محترم جدا من النادي الاهلي ان هو يقوم بيها. يعني انا هرجع تاني بقى للملف المهم اللي احنا بنتكلم فيه طبعا، وبنتكلم في اقل تقريبا من 24 ساعه على مباراه منتخب مصر الوديه مع زامبيا، ودي هتكون خلينا نقول اول مباراه في معسكر اكتوبر. وكمان الميزه هنا ان انت سواء بتتكلم وديه او غيره، بس وديه زامبيا هو خلينا نقول هو زامبيا منتخب من التصنيف الثالث والجزائر منتخب من التصنيف الاول، فانت بتتكلم ان هم اكيد هيكون عندهم نجومهم بشكل كامل، يعني مش وديه وخلاص. والفرق دي او المنتخبات دي لا تقيله، ف يعني انت عندك كل كمان على الصعيد الثاني كل المحترفين بتوعك موجودين، وامبارح تحديدا وصل صلاح وصل النني كل المحترفين لمعسكر منتخب مصر في الامارات استعدادا طبعا للوديتين. وخليني اقول لحضراتكم برضو فيتوريا كان عنده او هو تحدث ان هو عنده كمان تحديات كتيره جدا الفتره اللي جايه، ولازم كمان يركز ويحط ايده وهو اتكلم. انا دايما بدرس نقاط ضعف يعني المنافس والقوه كمان بالمناسبه اللي في المنتخب الاخر، وشفنا كمان احنا مع اول مواجهه قويه واللي كانت برضو يا فاروق مش افضل بدايه، يعني لما جينا اتكلمنا عن تونس تحديدا وابتدينا نقول وديه يعني فيها تنافسيه احنا خسرنا بثلاثيه، بس على كل حال تاني هنرجع نقول ان كان حتى ماتش ودي لكن انت لازم تحدد ولازم كنت تعرف ايه اسباب الخساره بتاعتك وتعالجها وتشتغل عليها، وخاصه انت بتتكلم انا عندي اسكواد عظيم وعندي مفروض كمان يعني من الدوافع اللي لازم اكون بيأهلني ويخليني واثقة ان الخطوات اللي جاية تتم على افضل حاجة تليق بينا كجماهير في الاول وفي الاخر. ف يعني انا متفائلة الى حد كبير، وعاجبني كمان طبعا كالعادة احنا الوديات بتاعتنا بتكون في الامارات، فدي برضو حاجة اعتقد تبقى كويسة جدا. يعني بص انا كان نفسي ان احنا نحضر، معرفش مين من عندنا هيسافر، غالبا عويس هيكون مسافر طبعا معانا في رئاسة التحرير في البرنامج، اكيد هنوافي حضراتكم برضو بالتغطية على قناة النادي الاهلي، لكن الواحد كان نفسه يبقى متواجد طبعا، لان عامة الامارات انت ما تحسش ان انت في دولة مختلفة بالزبط. يعني بجد وانتوا من حضراتكم اللي سافر وحضر ماتشات هناك للاهلي او لمنتخب مصر هتحس ان انت متواجد هناك عادي وسط جماهيرك. اصلا المصريين هناك الجاليات ارقام كبيره جدا، الجاليات المصريه حتى اللي مش في الامارات بيكونوا متواجدين في السعوديه او غيره بيسافروا، حتى في مصر ناس كتير بتسافر، فانا بشوف ان ده مشهد طبعا جميل جدا. عايز اقول لك انا واندي يعني بخصوص الامارات بالتحديد، انا كنت متواجد في مباراه السوبر الاهلي والزمالك اللي كانت يعني اول بطولات كولر مع النادي الاهلي. تشوف المصريين اللي موجودين في الامارات حب وعشق غير طبيعي للنادي الاهلي، في جماهير بتيجي من كل البلاد العربيه المحيطه بالفعل يا نواند جنب الامارات، سواء من السعوديه من قطر من البحرين من الكويت. خليني برضو في هذا السياق يا نواند ان المسؤولين والمنتخب مصر بيتوفر له كل الامور، عندنا امور وعندنا اسباب لازم يعني ان احنا نعالج معالجه الاسباب. يعني احنا دايما مستنيين من منتخب مصر بقالنا كتير من 2010 ما وقفناش، احنا مستنيين بقالنا سنين الافضل يعني نتمنى ان فعلا يبقى على الارض في اختلاف يا فاروق، لان الجماهير المصريه نرجع نقول تستحق ده. للاسف الشديد احنا بعاد جدا عن طموح المشجعين المصريين وعامه الجماهير المصريه، بقالنا سنين بعيدين تماما او بعاد تماما عن الطموح اللي احنا يعني اقل شيء ممكن نقدم له ان هو نلعب ونلعب لعبه حلوه يبقى في تنافسيه. للاسف الشديد لحد دلوقتي اعتقد مش واصلين قوي لده. لا
يعني انا شايف انا هوند معالجه الاسباب بقى لازم تيجي بسرعه، لاننا داخلين الشهر الجاي على بدايه التصفيات المؤهله لكاس العالم، ونفسنا بجد يعني نحسمها من بدري. مش صحيح. لازم ان احنا نستنى لاخر نفس ونستنى لاخر حسبه في المجموعه وتلاقي نفسنا في الاخر ما تاهلناش بسبب اخطاء متكرره، وده التحدي الاكبر لفيتوريا. يعني كمان التحدي المهم هو بطوله امم افريقيا في يناير القادم. اللقب غايب عن مصر من عام 2010، من 2010. اي نعم احنا وصلنا للنهائي مرتين في 2017 و2020 21، لكن خسرناهم، ومحدش يقول كويس اننا وصلنا للنهائي. لا، احنا كمنتخب مصر دايما هدفك البطوله. لا، مش كويس انك وصلت، احنا لازم نكسب، لان ده منتخب مصر، تاريخه ومستواه قيمته امكانياته وسط جميع المنتخبات القاره. انت مكانك واقف على منصه التتويج ان انت يعني تشيل كاس البطوله، وده اللي احنا منتظرينه باذن الله. بص برضو خلينا نتكلم شوية ببعض الشواهد يا فاروق. يعني انت لما تيجي تتكلم عن منتخب مصر، انت المنتخب الوحيد اللي محقق لقب كاس الامم الافريقية 7 مرات، صاحب كمان عندك عدة ارقام قياسية، ده على مدار التاريخ وتاريخ البطولة. كمان انت عندك محترفين مفروض ان هم زي ما حضرتك عارف بيلعبوا في الدوريات الكبرى، يعني صلاح، النني، كل ده في الدوري الانجليزي، ومرموش في المانيا، مصطفى محمد في فرنسا، يعني غير بقية طبعا الدوريات المختلفة والمحترفين المختلفين اللي فعلا وجودهم اكيد لازم يكون ليه فرق، لازم يكون ليه فرق. انا هاكد بس على النقطه مهمة دي، مهمه النقطه يعني دي بجد، لازم يكون في فرق. هو احنا متوقعين ده، بس بص خليني اقول لك على حاجه. يعني انت كده كده ما عندكش حجه ان انت تفوز بلقب افريقيا، وان انت كمان تتاهل لكاس العالم، وتقدم كمان ماتشات مش هقول جيده، لا ممتازه. فيعني فكره بقى ان احنا زي ما انت كنت لسه بتقول، انا بروح وبمثل مصر تمثيل البعض بيشوفه مشرف، طب كويس ان احنا كنا موجودين، لا الكلام ده ما ينفعش. حتى انت لما تيجي تقول عدد المحترفين اللي عندك، هي برده مش بالعدد قوي، بس المحترفين اللي عندك كعدد بالانديه والدوريات المختلفه في اوروبا اللي بيلعبوا فيها بيمثلوها، المفروض ان انت تيجي بقى يترجم ده كله مع طبعا اللعيبه المحليه اللي هي برضو بتمثل انديه كبرى في مصر، المفروض ان انت تبقى بتروح حته تانية خالص او نتائج تانية خالص. حتى هذه اللحظه برضو ده مش موجود. فاحنا كنا حتى بنتساءل، ومش بس الموسم ده اللي فات واللي قبليه، كنا بنقول طب هل المشكله في الكوادر اللي عندك، ولا المشكله في الجهاز الفني، ولا المدير الفني، ولا الامكانيات، ولا الجماهير، ولا عفوا انا يعني ما تبقاش عارف هتحط المشكله فين بالظبط، ايدك بالزبط. على اي مشكله. لكن في العموم مش عايزين برضو نبقى بنتكلم بشكل شويه سلبي. خلينا نقول ان فيتوريا بنثق فيه حتى هذه اللحظه، ما قدمش حاجه يخلينا نقلق برضو. انا اتمنى ليهم حالي كحال كل مصر كل التوفيق في اللي جاي، لكن لازم يكون في تركيز، لازم يكون في هدف، ولازم يكون في تطوير كمان في اللعب، طرق اللعب. فنتمنى يكون في كمان كيمستري حلوه بين المحترفين وبين لاعبتنا، علشان في الاخر نظهر كمنتخب قوي امام اي تحديات بتواجهنا لسه اللي جاي اتقل بكتير الفتره اللي جايه طبعا زي ما حضراتكم عارفين. طبعا يا هوند، وخلينا برضو احنا في هذا السياق واحنا بنتكلم على الاستعدادات المنتخب المصري، اللي طبعا يعني احنا لما بنتكلم على الاسباب او بنتكلم على الامور دي، احنا عايزين منتخب مصر لا في المكانه اللي تليق بتاريخك باسمك وبقيمتك، ان انت احد كبار القاره الافريقيه، انت الاكثر تتويجا زي ما نهاوند قالت برصيد 7 بطولات. كمان في حدث مهم جدا بكره، وهي قرعه بطوله امم افريقيا، عشان نعرف احنا هنواجه مين في البطوله. وخليني اقول لكم ان يعني مصر ضمن منتخبات التصنيف الاول مع كوت ديفوار والمغرب والسنغال وتونس. التصنيف الثاني هيكون بيضم الكاميرون ومالي وبوركينا فاسو وغانا والكونغو الديمقراطيه. التصنيف الثالث هيكون بيضم الراس الاخضر، زامبيا، جنوب افريقيا، وغينيا، وغينيا الاستوائيه، وموريتانيا. التصنيف الرابع بيكون انغولا وغينيا بيساو وناميبيا وموزمبيق وجامبيا وتنزانيا. عامة خلونا ندردش اكتر في مدى استفاده منتخب مصر من وديتي زامبيا والجزائر. طبعا يعني اكيد يا نهواند الوديتين او زي ما قلنا المعسكر هناك والامور المتحضره للمنتخب مصر اكيد يعني لازم نستغلها بشكل امثل، يكون عندنا مردودها يبان احنا ماشيين فين او احنا وصلنا فين في خلال عشان نطمن على اللي جاي على الاقل. برضو صح كلامك مظبوط يا فاروق. خلينا ناخد على كل حال معانا على التليفون يعني كابتن عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق ومنتخب مصر، ونتكلم معاه برضو لان عندنا اكيد يعني بعض النقاط اللي عايزين ندردش معاه فيها. كابتن عادل صباح الهنا عليك.
صباح الفل يا نجوان. اهلا بحضرتك، والله ليك وحشه كبيره جدا. يخليك، اخبارك؟ الحمد لله كله زي الفل، وسعداء انا وفاروق ان حضرتك معانا طبعا. يا فاروق ازاي؟ صباح الخير يا كابتن عادل، يعني انا مبسوط ان حضرتك المره دي بقى انا اللي حضرتك معانا يا كابتن. يلا شد حيلك، ربنا يكرمك ان شاء الله. تسلم يا كابتن عادل. خلينا بقى نروح مع حضرتك لبعض النقاط. اولها انا عايزه اخد راي حضرتك، ازاي شايف اداء ونتائج منتخب مصر حتى هذه اللحظه مع فيتوريا؟ احنا بنتكلم خط 9 ماتشات، ما خسرش غير ماتش تونس الودي، لكن طبعا كان برضو سكور مش افضل شيء، والبعض قال لك طب بص بقى انت اول ما دخلت في الجد النتائج كانت عامله ازاي؟ هل احنا نقلق من النتيجه دي ولا الكلام ده لا بالعكس يخلينا يبقى عندنا دفعه للي جاي ان احنا نركز اكتر نطور اكتر، والوديات برضو ما بيتحسبش الموضوع فيها بشكل كبير، راي حضرتك ايه؟ اولا منتخب مصر لما نيجي نحسب له المباريات الوديه اللي لعبها في تركيا مستواها اقل من المتوسط. يعني نتكلم على منتخبات باللعيبه اقل من المتوسط. المنتخب القوي تونس والمنتخب التونسي كسبنا هنا في حد ذاتها قلقة شويه، ولكن في نقطة الناس لازم تعرفها، يعني فيتوريا كل مدى هيتحسن أفضل ويبقى أفضل، لأنه فيتوريا أول مرة يمسك منتخب في تاريخه. يعني من الحاجات اللي لازم الناس تعرفها إن فيتوريا مدرب أندية كان وليس مدرب منتخبات. أول مرة يمسك منتخب في تاريخه هو كان منتخب مصر. فالتجربة هنشوف هتثمر عليه قدام شويه، لكن الحاجة الثانية المهمة أنا ما يهمنيش المدرب المنتخب، أنا يهمني كيفية عمل المنتخب. لازم الناس تعرف إن المنتخب بيتعمل بالطريقين مفهومش تاني. لا دوري قوي يفرض منتخب قوي، لا احتراف حقيقي يفرض منتخب قوي. إحنا شغالين ما بين الاثنين، يعني الدوري بتاعنا المفترض إن هو المنافسه فيه تبقى جيده عشان نطلع لعيبه كويسه. لعيبه تلعب تحت ضغط جمهور. دي يمكن احنا بعد عنها شويه بظروفنا ان ما فيش جمهور. فحته عمل اللعيب الدولي بتبقى فيها صعوبه في الفتره دي، احنا من 2011 الى الان. صحيح. الماتشات اللي بنلعب قدام جماهير قويه عشان اللعيبه مش واخده على كده. نهاوند انت عارفه ان احنا الجيل ده كله ما لعبش قدام جمهور قوي الا محمد صلاح وتريزيجيه والناس المحترفين اللي بيلعبوا في الدوريات الخارجيه. للاسف صحيح. فبص تلاقي المباريات اللي هي السنغال المباريات القويه اللي فيها جمهور قوي اللعيبه بتبقى مش واخده على كده. دي لازم تتحل الامر ده علشان نعمل منتخب قوي. الحاجه الثانيه المهمه المنتخب اللعيبه المحترفين قالوا عندنا، بمعنى يعني العدد لازم يبقى اكثر من كده بكثير. دي لازم عشان تتعمل لازم المسؤولين عن الانديه يسمحوا للعيبه بالاحتراف. يعني الاحتراف الخارجي ده حاجه مهمه جدا. اولا اقتصاد دول بتقوم على البرازيل عندهم حوالي 120 الف محترف حول العالم في لعيبه الكوره، فده اقتصاد لوحده. فانت يعني خلينا نتكلم على ايه؟ علشان نعمل منتخب قوي لازم في احتراف خارجي كبير، لانه الدوري المصري يعني للاسف من 2011 نزل تصنيف كبير. ولكن خلينا نبقى مطمئنين او بيتعمل مباريات وديه على اعلى مستوى، يعني زامبيا والجزائر مباراه فيها احتكاك قوي جدا. هنشوف بقى وسن بلدين ان شاء الله. يعني كابتن عادل طبعا برحب بحضرتك، عايز اسالك كابتن عادل لان حضرتك قلت نقطه في غايه الاهميه بخصوص فيتوريا ان هو اول مره يمسك منتخب، وانت عارف يعني قيمه منتخب مصر بالسكواد اللي موجود مع فيتوريا. انت حضرتك عارف واحد من كباتننا طبعا، وياما اتكلمت على البطولات المجمعه وضربت يعني امثله كتير جدا بالكابتن محمود الجوهري في تحضيركم لبطوله كاس العالم، وحضرتك واحد من النجوم اللي شاركت في كاس العالم. شايف الاسكواد اللي مع فيتوريا يقدر يخلينا ناخد لقب امم افريقيا، وهو هيقدر يشتغل على الدوافع النفسيه ازاي مع اللعيبه؟ شوف هو اول المفترض ان انت كمنتخب مصر عندك ميزه وعيب. انت عندك ميزه ان انت في البطولات المجمعه بتعرف تلعبها.
وده على مدار تاريخ المباريات المتباعده اللي هي فيها تحضير لاوقات واستراتيجيه بتستنى 6 شهور ما بتعرفش تعملها. خلينا نبقى معترفين بكده، ولكن انت معاك في الوقت الحالي لاعبين على اعلى مستوى. المفترض ان المدرب بيعمل الاستراتيجيه بتاعته على انه، وانتوا يمكن هواند وانت فاروق اتكلمتوا على حاجه مهمه جدا، ان انت منتخب مصر انت ما بتروحش بطوله علشان تعمل تمثيل مشرف. بالظبط، انت ما بتروحش تاخد الكاس لان ده طبيعتك. اللي خلاك انت كتير قوي تخسر في الفاينل الاثنين افريقيا اللي خسرتهم في الفاينل علشان ما عندكش القدره اللي هي قدره اللعيبه المحترفين الكتير. يمكن انت بتشوف مثلا بتلعب السنغال بيبقى كل المنتخب السنغالي محترف، حتى ما بيتجمعوش في السنغال، لانهم جايين كلهم على المباراه من كل حته. ده لازم تتعمل، لكن في الفتره القادمه احنا بنتكلم على فيكتوريا واخد امكانيات عاليه جدا. صحيح يا كابتن. عاليين قوي اللي هو ماتش زامبيا او ماتش الجزائر، المهم هو يعمل ايه؟ المهم في مدربين كتير اجانب بييجوا يتعاملوا مع المنتخبات زي منتخب مصر والمنتخبات الاخرى، انه بيعمل اعداد للاعيبه او عاوز يطلع لعيبه باسمه ويحط تحتيها كام خط. يعني هو ليه 2006 و2008 و2010 انت كسبت كاس افريقيا؟ لان كان عندك منتخب قوي جدا، كان عندك لعيبه، كان عندك لعيبه على اعلى مستوى في كل مكان، تلاقي 2 لعيبه اقوى من بعض. كان عندك النادي الاهلي بيلعب بطوله كاس العالم للانديه، كان عندك مدرب عظيم في النادي الاهلي اسمه مانويل جوزيه فكان بيساعد المنتخب كمان، وكان عندك عدد من اللعيبه يكفي لمنتخبين لمصر مش منتخب واحد. يعني انت بتتكلم على محمد شاوي وبتتكلم على بركات وبتتكلم على بوتريكا وعماد متعب، انا بكلمك عن النادي الاهلي وسيد معوض والله يرحمه محمد عبد الوهاب، وبتتكلم على كان عماد النحاس وقيس سعيد، وخش بقى على حسني عبد رب في الاسماعيلي، وخش على عمرو زكي وميد يعني بتتكلم على منتخب الواحد فيهم يعمل منتخب الواحد. صحيح. واحمد فتحي، فمن هنا عدد اللاعبين كان كافي جدا دوليا. انت عندك العدد اقل كتير قوي اللعيبه الدوليه، بمعنى ممكن يلعب دولي لكن في فرق في الامكانيات. انت علشان تعمل منتخب ينافس وتاخد بطوله لازم يبقى عندك مجموعه لاعبين يقدروا ان هم يعني ما يبقاش في خوف من الفرق الافريقيه. انت اديك شفت كان السنغال اقل واحد ساديو ماني، يعني الناس كانت فاكره ان ساديو ماني بيلعب في ليفربول مع محمد صلاح وده اعظم لعيب، ده كان من اللعيب لو استضفته في السنغال تلاقيه اللعيب رقم 13. عندهم 11 12 لعيب اقوى من من سد. نشوف يعني احنا مش عايزين زي ما انت قلت تشاؤم، ولكن انا بشوف الماتشين بتوع زامبيا والجزائر انا اقيم، يعني المفترض ان احنا نقيم في فيتوريا كويس، نقيم فيتوريا ازاي ان هو بيجمع اللعيبه، ازاي ان هو بيعمل طريقته، ازاي ان هو بيلعب مع فرق مش هقول فيها تصنيف الجزائر ممكن تصنيف اول، زامبيا مش تصنيف اول يعني. صحيح. صحيح. يعني كلام جميل، بس لسه كان في ملفات كتير عايزين نتطرق لحضرتك يعني فيها كابتن عادل، لكن ان شاء الله تنورنا لو تقدر، يعني يا ريت حتى الاسبوع القادم، لان عندنا كتير لسه يعني مستني النادي الاهلي ومستني المنتخب وملف التحكيم وغيره وغيره من الامور الهامه. لو ظروف حضرتك تسمح يبقى اكيد هنبقى سعداء جدا ان شاء الله تكون منورنا. يعني ان شاء الله ننسقها كابتن عادل. شكرا لحضرتك جدا كابتن عادل عبد الرحمن نجم الاهلي السابق، ونقاط اعتقد مهمه اتكلم عنها كابتن عادل. يعني انا من الكلام برضو اللي عجبني قصه ان انت بتتكلم، لا انت عندك مفروض يكون في فرصه اكتر للاحتراف بالخارج. بص اقول لك على حاجه، انا من وجهه نظري المتواضعه، يعني وبقول متواضعه مش عشان يعني بهزر او حاجه وبقول كلمه كليشيه، بس بجد لان دي ممكن
الطوره حتى بالناس اللي ما عندهاش خبره قوي في كره القدم. بس انا اعتقد من المشاكل اللي عندنا ان بعض الانديه ما عندهاش بدلاء للاساسيين، بمعنى ان انا ممكن اكون معتمد بشكل 90 او 95% على لاعب في مركز معين. انا لو رحت وجاله حتى عقد احتراف وبرقم كبير، النادي بيرفض في بعض الحالات لان هو ما بيقدرش يعوضه، فبيقول لك لا انا محتاجه، انا عشان اجيب حد واوصله لنفس المستوى ده انا ممكن اخسر بطولات كتيره، فبيفضل متمسك باللاعب. فهي دي المشكله. لكن لو كل نادي عمل بدل السكواد 2، واحنا دلوقتي شفنا النادي الاهلي بهذا الشكل، تعالك بدل السكواد 2، وده النجاح اللي قدر يحققه كولر على الارض بصراحه. وفي مديرين فنيين كتير في النادي الاهلي ما وصلوش لهذه المرحله، لكن كولر محقق ده على الارض. فلو الانديه كلها يا فاروق قدرت ان هي تحقق ده، اعتقد ساعتها فكره الاحتراف وفرص الاحتراف للعيبه هتبقى اكبر بكتير، وفعلا هيبقى في عائد اكبر، وكلنا اعتقد هنستفيد والكره المصريه. فدي نقطه مهمه كابتن عادل اتكلم فيها. من النقاط المهمه كمان يا هوند بخصوص الكابتن عادل عبد الرحمن تحديدا، يعني انت قلت نقطه في غايه الاهميه، انت بتخلق التشكيل الاساسي وبتصنع لاعب بديل. كابتن عادل عبد الرحمن كان هو المدير الفني لفريق شباب النادي الاهلي مواليد 97. كابتن عادل قدر ان يشوف لاعب زي محمد عبد المنعم مواليد 99 بيلعب في مرحله سنيه، يعني هيلعب في مرحله سنيه اكبر من المرحله بتاعته، راهن عليه، جابه فريق الشباب النادي الاهلي فريق 97 بقى يلعب معاهم وهو مواليد 99. وايضا مصطفى شوير حارس 2000 بقى يلعب في فريق الشباب في النادي الاهلي. اذا العين اللي بتنتقي اللاعب، اللي انا بشوف فيه المقاومات، مش مقاومات المرحله السنيه فقط، ولكن مقاومات ان اللاعب بشوفه هيلعب فريق اول، هيكون يعني اضافه كبيره جدا للمنتخب المصري وللنادي الاهلي. اعتقد احنا دايما النادي الاهلي بيتميز في هذا الامر. صحيح. ولو انت هتتكلم برضو عن قاعده الناشئين عندك، ما هو قاعده الناشئين عشان اقيس هي مدى نجاحها او فعاليتها، خلينا اقول بهذا الشكل، هي انت قد ايه عندي بتصعد للفريق الاول. ما هو دي القوه اللي بتبقى موجوده لما يبقى عندي قاعده ناشئين وقويه وبختار بشكل مختلف، لكن ما بصعدش حد، ما بستفيدش، بقعد اجيب يعني صفقات من الخارج، ده يبقى انا بعمل ايه؟ عشان كده احنا عندنا، لو هتكلم تاني وهرجع تاني اتكلم عن النادي الاهلي طبعا، يعني ده اللي يهمنا وده الاساس عندنا. لا، انت القاعده بتاعت الناشئين او الناشئين بتوعك خرجوا ابطال على مدار، او لعيبه تقيله جدا فادت لحد هذه اللحظه بتفيد، حتى لو مشوارها على الملاعب انتهى، لكن بعد كده خبراتها موجوده في الاداره او في التدريب او غيره. فانت عندك يمكن من اكتر اللعيبه او من اكتر مدرسة الناشئين او من الناشئين اللي طلعوا عندك هم في النادي الاهلي. اكتر نادي يعني هوند، اكتر نادي على مستوى مصر او مستوى الشرق الاوسط تلاقي عدد لاعبين من نتاج قطاع الناشئين في النادي بتاعه هو النادي الاهلي. هو محمد الكابتن محمد الشناوي نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، رامي ربيعه نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، محمد عبد المنعم، محمد داني، بتكلمي كمان في مراكز هي مراكز مؤثره واساسيه سواء في النادي الاهلي او في المنتخب المصري. طبعا طبعا. فنتمنى لو احنا بنتكلم فعلا عايزين تطوير، عايزين حتى لما نيجي نتكلم على المنتخب الاولمبي، طب احنا المنتخب الاولمبي ليه مش بنفس المستوى؟ هي حاجات كتيره جدا بتؤثر في النهايه. فعلى كل حال نتمنى يعني ان الفتره اللي جايه زي ما كابتن عادل برده كان بيتكلم، ان نشوف صوره افضل تاني، ده اللي يليق بجماهير، يعني كلمه مش هقول ان جماهير النادي الاهلي، الجماهير المصريه. يعني الصوره دي بص بقى ده بص دي ترجع لكام سنه فاتت دي انا هقول لك بالظبط. الصوره دي انا هوند كان في حفل تكريم منطقه القاهره لفريق الناشئ النادي الاهلي مواليد 99 احمد عبد القادر ومصطفى شوبير مواليد 2000. يعني انا دكروري جاب لنا حاجه من الارشيف. دكروري بس نقول حاجه تلاقيه على يعني النادي الاهلي دايما في احتفالات منطقه القاهره اتحاد الكره كانت دايما تلاقي النادي الاهلي بيحصد كافه الجوائز. في لعيبه في النادي الاهلي يا نهاوند اللعيب بيلعب في اكتر من مرحله سنيه، يعني اللعيب النادي الاهلي تلاقيه بيلعب في مرحله الشباب ومرحله يعني مراحل متعدده، اللاعب الواحد ممكن بيلعب في ثلاث مراحل سنيه. اعتقد يعني النادي الاهلي نموذج طبعا لازم كلنا نتعلم منه، مش في نطاق الفريق الاول لكن في نطاق ايضا منظومه قطاع الناشئين في النادي الاهلي. انا بتفق معاك، وندل على شيء الامور او ندلت على شيء الامور احنا بنتكلم فيها، ده دل على منظومه اداريه في الاول وفي الاخر كمان ناجحه، ودي النقطه اللي احنا لازم اكيد نعول عليها او نتكلم عنها بشيء اكثر تفصيلا. يعني هنسيب الملف ده شويه وهنرجع ليه تاني في الفقره الحواريه طبعا، بس خلينا ننتقل برضو لامور اخرى، وامور اخرى مفرحه. وبقالنا يمكن يوم مش يوم عن يوم، احنا دلوقتي كل يوم بنتكلم عن نموذج رياضي يعني يفرحنا حقيقي. نتكلم هنا عن النماذج تحديدا الرياضيه كمان، وسما ابراهيم لاعبه المنتخب المصري للمواي تاي اللي نجحت في حصد جائزه افضل رياضيه في بطوله العالم للمواي تاي للبراعم والناشئين اللي كانت في تركيا، واحنا بنتكلم تحت 14 سنه بعد تقديمها. يعني خلينا اقول لحضراتكم اداء كان اكثر من رائع، والحضور كمان يعني كان جميل جدا،
يعني مهما اوصف لحضراتكم الناس كانت فرحانه بيها ازاي، بتكلم مع اصغر من 14 سنه وقدرت ان هي تكون وتحقق بطل يعني او لقب بطله عالم، دي مش حاجه سهله ابدا، ما كناش بنسمعها برضو يا فاروق خلي بالك من بالزبط. سنوات قليله ماضيه كنا في حته ثانيه، كنا حتى الثقه مش موجوده عندنا اتجاه اي لاعب او لاعبه مصريه، نقول احنا بعيد قوي انتوا فاكرين ان احنا نقدر ننافس، احنا ما كان بيطلع عندنا بطل واحد كده كل 10 سنين كنا بنبقى فخورين بيه جدا، مش واخدين على حاجات اللي زي كده. فلا طبعا مثال مصري جميل وبطولة طبعا كبيرة جدا كانت من فترة 29 ل 8 اكتوبر واتكلمنا عنها اكتر من مره، يعني اسامه لسه زي ما احنا بنتكلم هي في بدايه مشوارها وبتقدم اداء ونتائج رائعه جدا، ومستنيين منها ان شاء الله كمان الفتره اللي جايه المزيد، يعني لما انت بتتكلم ان هي في السن ده ومقدمه ده فان شاء الله في المستقبل هتكون يعني عامله ازاي، فكل التوفيق ليها، وده نموذج من النماذج يا فاروق اللي كل يوم تقريبا بنقولها لحضراتكم او بنتكلم عنها. يعني اعتقد ان هوند احنا في الفتره الاخيره تحديدا بقت في طفره في بالنسبه للالعاب الفرديه، ما كانش الاهتمام موجود، يعني حاليا الفتره الدنيا بقت مختلفه شويه، بقى في اهتمام بالالعاب الفرديه، كان دايما يعني تركيزنا بينصب نحو الالعاب الجماعيه، كره اليد، كره القدم، هذه الالعاب، ولكن دلوقتي بقى في اهتمام بكافه الافراد المنظومه الرياضيه بمصر، او مصر بتجني ثمار هذا الاهتمام، دعم من الدوله المصريه والقياده السياسيه في مصر لكافه الالعاب، واعتقد كمان ان مصر في استضافه البطولات، يعني برضو حاليا مصر بتستعد لاستضافه فعاليات النسخه الثامنه من بطوله مصر الدوليه للريشه الطائره، وهتقام البطوله في صاله 2 باستاد القاهره في الفتره من 12 ل 15 اكتوبر بمشاركه 25 دوله. حاليا طبعا بيتم الاطمئنان على كافه التجهيزات سواء الملاعب او المدرجات او الاقامه واحتياجات البعثات المشاركه، كل التوفيق لمنتخبنا المصري. عنوان مهم جدا يا نهاوند، مصر تستضيف، اعتقد دليل على قوه الدوله المصريه، دليل على البنيه التحتيه اللي اصبحت تملكها الرياضه المصريه. بص برضو هرجع اقول دي من الحاجات اللي ما كناش بنسمعها زمان، يعني مصر تستضيف دي ما كناش بنعرف نسمعها زمان بشكل كبير، برضو لعدم الثقه في امكانياتنا، كنا بنقول لا ما نقدرش، البنيه التحتيه عندنا لا تسمح، الخبرات مش موجوده، طب انت عشان تحقق حاجه زي كده او تنفذها لازم تستعين بخبرات اجنبيه، الكلام ده كله كنا بنقوله كان عن وقتها عن حق بصراحه، لكن بعد كده ابتدى الموضوع يختلف بشكل كبير، ابتدت انت تستعين كمان بالخبرات وبالعقليه وبالشباب، تديهم فرصه ان هم يقدموا حاجه مختلفه، فكل ده ترجم فيه ان هي غير طبعا الاهتمام من القياده السياسيه، ابتدى دلوقتي يترجم وبقاله سنين كمان ماضيه بيترجم على الارض بنجاحات كبيره جدا في البطولات المختلفه الدوليه اللي احنا بنستضيفها على ارضنا، وكمان وقت الكورونا لو انت فاكر احنا استضفنا بطوله اليد وكان يعني لا بص برده كان حاجه وقتها محترمه جدا، لان الحمد لله هي كمان تمت بافضل شكل وما كانش في اي اصابات وقتها لو انت فاكر طبعا هذه البطوله. على كل حال من الاخبار كمان الحلوه جدا اللي معانا ان احنا بنتكلم ان تمت الموافقه من جهه الاتحاد الدولي للبوتشا على اقامه بطوله التحدي الدوليه في القاهره، هيكون في يوليو 2024 ودي المؤهله لبطوله يعني العالم 2026، بطوله في غايه الاهميه بالمناسبه وبيتابعها ناس كتير جدا وصحافه عالميه بشكل كبير جدا، وهنقول تاني ده بيعكس الثقه الكبيره في قدره مصر على تنظيم البطولات الدوليه بعد طبعا النجاح في تنظيم بطوله افريقيا للبوتشا اللي في يوليو كانت 2023، اتكلمنا مع حضراتكم يعني عنها في هذا التوقيت. كمان كان في خلينا نقول برضو إشادة كبيرة جدا، ده مش كلامنا بالمناسبة، ممكن حضراتكم اللي مش مصدق يدخل ويدور على الكلام ده، كان من الاتحاد الدولي بالجهود اللي بذلها تحديدا الاتحاد المصري في نشر اللعبة في إفريقيا وتنظيم كمان دورات لتأهيل الحكام والمدربين يعني خلال بطولة إفريقيا الماضية، فنجاح ورا نجاح، أعتقد إحنا مفروض نسعد بده وإن شاء الله يعني في المستقبل نتمنى زي ما سمعنا ان احنا نقدر نستضيف اولمبيات او نستضيف كاس العالم في فتره ما، يعني ان شاء الله نقدر نعمل ده لو لينا فرصه. يعني هاتكم اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين، ونورهان طمان موجوده في مقر النادي بالجزيره. نورهان صباح الهنا عليكي وسامعينك، واكيد كمان مع الاخبار المختلفه خلينا او ادينا كده جوله او استطلاع عن النادي دلوقتي والاعضاء والجو، يعني اتفضلي.
طبعا يا بصبح عليكي يا نهاوند، وبصبح على فاروق، وبصبح على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا احنا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره زي ما عودناكم، نطلعكم على اخبار واجواء النادي. وفي الساعات الاولى من صباح اليوم يمكن يا نهاوند طبعا احنا شايفين كثافه عدديه كبيره جدا في النادي في الساعات الاولى من صباح اليوم. الاعضاء يعني مهتمين ان هم يكونوا متواجدين على الرغم ان النهارده مش يوم اجازه، ولكن يعني في عدد كبير من الاعضاء في الساعات الاولى من صباح اليوم. وطبعا زي ما احنا عارفين العاملين يعني بيحاولوا ان هم يساعدوا طول الوقت وبيكونوا في خدمه الاعضاء طول الوقت، سواء كان في الساعات الاولى من صباح اليوم او على مدار اليوم بالكامل. وطبعا ده بيساعد عليه كمان احيانا الجو والاجواء المناخيه، الجو يعتبر لحد كبير جميل. والحقيقه انه طول ما احنا موجودين بره المبنى الاجتماعي فاعرفوا ان الجو حلو في النادي. اما بقى طبعا نروح للاخبار والفريق الاول لكره القدم. زي ما احنا عارفين راحة خمسة أيام بعد انتهاء مباراة الإسماعيلي طبعا الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، واللي انتهت بفوز النادي الأهلي بالثلاث أهداف مقابل هدف. مستر مارسيل كولر مدير الفني للفريق طبعا منح اللاعبين أجازة خمسة أيام استغلالا لفترة التوقف الدولي، واللي احنا طبعا زي ما احنا عارفين انه في تأهيل للمصابين الرباعي المصاب عمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد وصلاح محسن. والأقرب زي ما قلنا لكم قبل كده يمكن في نشرات متعددة محمود متولي وكريم فؤاد إن شاء الله الأقرب للمشاركة في التدريبات الجماعية، ولا زال عمرو السولية وصلاح محسن لم يتحدد موقفهم بعد. كمان خليني أقول لك يا نهاوند إنه يمكن الفترة دي مستر مارسيل كولر بيستعد بصورة كبيرة جدا لمواجهة سيمبا التنزاني زي ما احنا عارفين في ربع نهائي بطولة السوبر دوري السوبر الإفريقي اللي هتقام إن شاء الله يوم 20 أكتوبر الجاري. طبعا مستر مارسيل كولر بيستعد بمشاهدة العديد من مباريات سيمبا التنزاني والوقوف على جميع نقاط القوة والضعف للفريق طبعا اللي احنا كلنا منتظرين المباراة دي، وكلنا منتظرين مشاركة النادي الأهلي في البطولة المستحدثة طبعا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. يمكن كمان الوقوف على الحالة البدنية لجميع اللاعبين والاهتمام ب يمكن التحدث مع اللاعبين ان هم في فترة الأجازة ما يبقاش في اي خرق لقواعد سواء على المستوى الغذائي او المستوى البدني، ان هم يهتموا في الفترة دي ان هم ما يخرجوش عن القواعد وكأنهم بالضبط متواجدين في النادي وبيتلقوا تدريباتهم. كمان خلينا اقول لك يا نهاوند انه يعني استمرارا للحديث عن كرة القدم بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا منتخب الوطني غدا ان شاء الله في مباراته اللي هتقام بإمارة العين ان شاء الله في يعني يمكن في المباراة الودية اللي احنا كلنا منتظرينها. المنتخب الوطني طبعا بيضم العديد من لاعبين النادي الاهلي على راسهم محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، مروان عطيه، محمد عبد المنعم، مش عايز انسى اسماء، ولكن كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مباراتي الوديه امام زامبيا وطبعا الجزائر في 17 اكتوبر ان شاء الله المقبل. ايضا كمان ايضا طبعا المنتخب الاولمبي يعني بنتمنى له التوفيق في مباراته غدا امام الاردن، ودي هتكون ان شاء الله يعني ايضا المباراة ودية في معسكر الفريق استعدادا لأولمبياد باريس إن شاء الله القادمة. ومن كرة القدم لكرة السلة، النهاردة في مباراة مهمة أمام طبعا رجال الأهلي في البطولة العربية أمام فريق سلة المغربي في البطولة اللي احنا طبعا يمكن بنشوف اهتمام كبير جدا من يعني جماهير النادي الأهلي برجال السلة بعد المستويات اللي طبعا قدموها في بطولة كأس العالم، وشفنا احتفاء كبير بالفوز اللي يمكن أو الأرقام القياسية اللي حققوها على الرغم من يعني الخروج أو عدم تحقيق ميداليه، الا انهم طبعا شرفونا في البطوله وان شاء الله هيشرفونا النهارده امام فريق سلا المغربي في طبعا الساعه 6:30 مساء في البطوله المقامه في قطر. اما بقى يعني وعلى صعيد كره اليد فبنبارك لرجال اليد اللي فازوا امبارح واكتسحوا فريق الترسانه بنتيجه 32-21 في الجوله الثامنه من بطوله دوري المحترفين، وده الفوز الثامن على التوالي ونادي الاهلي او رجال اليد الاهلي حققوا العلامه الكامله. ويمكن طبعا هم راجعين من انتصار كبير وتحقيق بطوله عظيمه طبعا وهي البطوله الافريقيه، والحقيقه انه رجال اليد بيقدموا مستويات فنيه كبيره جدا وبيحققوا انجازات كبيره جدا، وايضا الموسم اللي فات كانوا من ضمن الفرق اللي كان محقق طبعا انجازات كبيره وشفناها ولمسناها في الموسم الاسطوري والتاريخي للنادي الاهلي.
اما بقى على صعيد الشباب فيمكن شباب 2005 فازوا امبارح خارج ملعبهم على اسيوط بثلاث اهداف مقابل هدف في بطوله دوري الجمهوريه ونفسات بطوله الجمهوريه، ويمكن شباب 2005 الحقيقه حولوا تاخرهم بهدف لفوز كبير وعريض بثلاث اهداف مقابل هدف بعد ما يعني استقبلوا هدف في بدايه المباراه. بنبارك لهم ونتمنى المزيد من التوفيق لشباب طبعا النادي الاهلي في جميع الاعمار السنيه. اما بقى على مستوى الانشاءات فالنهارده مجلس اداره النادي الاهلي هيفتتح العديد من الانشاءات في فرع الشيخ زايد، ويمكن يعني الوقوف على اخر خلاص الرتوش الاخيره والحمد لله تم او يعني انتهوا من العديد من بعض الانشاءات اللي كانت ناقصه مثل ملاعب البادل وملاعب كره القدم بالجيل الصناعي واماكن انتظار السيارات في فرع الشيخ زايد. والحقيقه انه ده استكمالا لمشوار مجلس اداره النادي الأهلي والخطة المحطوطة يعني زي ما شفنا انشاءات كتير وانجازات كتير جدا، ويمكن طبعا احنا عارفين فرع القاهره الجديده وشفناه وشفنا قد ايه هو انجاز وفخر لمجلس اداره النادي الاهلي ولاعضاء النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي. والحقيقه طبعا بنبارك لاعضاء النادي الاهلي في فرع الشيخ زايد. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من مقر النادي بالجزيره، شكرا لكم جدا وعوده مره اخرى الى الاستوديو. شكرك احنا كمان على التغطيه الرائعه كالعاده منك يا نورهان، شكرا جزيلا. نورهان كانت بتتكلم على نقطه يا نهاوند، نقطه الجمهور وجمهور النادي الاهلي في البطوله العربيه، وفي الفصل كنت بتكلم معاكي على دور جمهور النادي الاهلي اللي احنا منتظرينه ان شاء الله في كاس العالم للانديه. انتمائك للنادي الاهلي وانتمائك لمنظومه النادي الاهلي، انت اوريدي كسبان 80 او 70% من حب الناس يا نهاوند. بص ده مترجم دايما بالكم اللي بتلاقيه يعني والحرص اللي بيبقى كبير جدا من كل الجماهير الداعمه للنادي الاهلي، من فكره السفر والتواجد على قد ما يقدروا مع النادي الاهلي في كل الدول اللي بيسافرها، جالات المصريه بقول مش الاهلاويه، جالات المصريه اللي بتبقى موجوده في اي بلد النادي الاهلي بيلعب على ارضها، كل ده بيترجم بعشق اكيد الجماهير للنادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم برضو لما بنسافر احنا لاي دوله عربيه حتى بيبقوا عارفين النادي الاهلي بيهزروا معانا في المطارات. وانا قلت قبل كده وقع حصلت معايا لما وصلت مطار دبي وعرفت ان انا مصريه هزرت معايا واتكلمت عن النادي الاهلي، وده كان حاجه يعني اسعدتني بشكل كبير جدا. فلا انت واصل لمكانه كبيره جدا لما بتيجي يعرفوا الناس في اي حته انت مصري يقول لك او بيتكلموا عن النادي الاهلي، فده اكيد بيسعدنا كلنا وده اكيد برده حاجه كبيره، ديش حاجه صغيره ابدا، وده بيترجم بقى تاريخ ونجاحات وبطولات وحاجات كبيره جدا وصلتنا ان احنا دلوقتي بنواجه ده او بنشوف ده او بنتعرض لده بشكل جميل جدا. الحلو كمان اللي انا عايزه اقوله برضو يا فاروق ان النقطه في جماهير النادي الاهلي مش بس وانت واقف على رجلك او انت رقم واحد، يعني احنا كان عندنا موسم طبعا اللي قبل اللي فات كان موسم ليس الافضل على النادي الاهلي، انت ما شفتش الجماهير طالعه بتنتقد بشده او بتقلل من لاعب او ان هي بتطالب مثلا لاعب معين ان هو يرحل او مدير فني يرحل، لا كان دايما الكلام اللي هو ليه كده، في عتاب والعتاب بيبقى من الحب، فاحنا شفنا الدعم الكبير ده جدا، فده برده زي ما بيتقال كده بيعوضك بقى، الفريق بيجي يعوضك الموسم اللي بعده. قد كان احنا كلنا بشهاده الجميع الموسم اللي فات كان موسم فعلا استثنائي على النادي الاهلي، فانا اتوقع ان شاء الله كمان الموسم ده وان كان التنافسيه فيه اشد بكتير لكن اتوقع ان شاء الله برضه هيبقى موسم قوي على النادي الاهلي باذن الله. جمهور الاهلي دايما نهاوند بيرسم يعني ملحمه في اي مكان، يعني نقطه الجمهور بالتحديد انت اتكلمت على الموسم اللي قبل الماضي، في مشهد او صوره كان احد الجمهور في لما الاهلي خسر طبعا بطوله الدوري كان في ملعب المقاولون العرب، وقف بيكلم الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب بقيمته بمكانته وقف لاحد افراد الجمهور واتكلم معاه. الموسم اللي بعديه النادي الاهلي بالفعل عمل موسم استثنائي. هنروح بقى نهاوند لمفاجاه، يعني النجم البلجيكي ايدن هازارد لاعب فريق ريال مدريد السابق اعلن اعتزاله كره القدم، وكتب هازارد عبر حسابه على موقع انستجرام: يجب ان نستمع الى يعني تستمع الى نفسك وتقول انت خلاص لحظه الوقوف والوقت المناسب خلاص، يعني بعد 16 عام ولعب اكثر من 700 مباراه قررت انهاء مسيرتي كلاعب كره قدم محترف. واضاف: لقد تمكنت من تحقيق يعني حلمي، لقد لعبت يعني وحققت الكثير من الالقاب واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم. طبعا ايدن هازارد كان ماشي بسرعه الصاروخ وكان اهم يعني فتره
لتألقه كانت مع تشيلسي قبل انتقاله للريال، لكن الإصابات يعني كانت لها رأي تاني ودور تاني من وقت للتاني، ويمكن ده سبب من أسباب إعلان إيدن هازارد قرره باعتزال كرة القدم. بص هي احنا سمعنا رومرز او سمعنا كلام زي ده من بقالنا تقريبا سنه، كل فتره بنسمع ان هازارد هيعتزل، لا مش هيعتزل. لما حتى كتب مره على صوره، الكلام ده كان الشهر اول سبتمبر اللي فات، قال لك حان الوقت للاستمتاع ب او قضاء وقت اطول مع الاسره. ناس قالت لك هل هو يقصد ان هو هيعتزل ولا لا، بس اكيد واضح ان كان عنده الرغبه دي من فتره، يعني مش ممكن نقول قصيره، لكن ترجمت بشكل بقى دلوقتي رسمي. وانا دلوقتي يمكن كنت بدور برده ونورهان معانا، كنت طلع لي اصلا نوتيفيكيشنز على الموضوع ده، فكنت عمال اشوف الصحف كمان المختلفه العالميه بتقول ايه، لان ده ملف على فكره مهم لما عندك بطل كبير، وبالمناسبه هو 32 سنه، ويمكن ده اللي خلى الناس تستغرب ان 32 سنه في العصر اللي احنا فيه يعني في عالم كره القدم لا سن صغير، لكن اكيد هو برده هنرجع نقول ليه رؤيه لمستقبله يمكن افضل كمان من اراء الجميع. اكيد يعني مش هيأثر اكيد راي الناس في قرار كبير زي ده بيتخذه احد النجوم، لكن هو ليه مشوار كبير جدا ومؤثر طبعا يعني مع المنتخب البلجيكي وكمان مع كل الانديه بصراحه اللي لعب ليها، ما طبعا تشيلسي لو انا هتكلم تحديدا يعني شهدت فعلا فتره كانت ذهبيه ليه بشكل كبير، لعب معاهم بلغه الارقام 352 مباراه وسجل خلالهم 110 هدف وصنع 92 تمريره. احنا جايبين لحضراتكم كمان الارقام، وتوج كمان بطلا للدوري الانجليزي الممتاز كانت مرتين، وتوج بطلا لكاس الاتحاد الانجليزي مره، وبطل كاس الرابطه الانجليزيه مره، وبطل الدوري الاوروبي مرتين، وغيره وغيره كمان من الانجازات الكبيره جدا اللي تم تحقيقها يعني على مدار مسيرته. هرجع اقول تاني ناس كتيره كانت حزينه على خبر زي ده، انا كنت بقول لحضراتكم بشوف الصحف، لا في صحف على فكره بالمناسبه هجمت هذا القرار، قالت لك يعني ما كانش له لازمه قوي، كان ممكن تنتظر كمان موسم او اتنين، انت كنت تقدر تأدي بشكل كبير، الوقت كان فيه برضو عدم يعني نقدر نقول يعني احترافيه في اتخاذ القرار. البعض الاخر قال لك لا هو يمكن هو ادرى فعلا بالافضل ليه والمناسب ليه، فبنتمنى ليه كل التوفيق. وهو علقوا برضو بعض الصحف قال لك كده هو يعني أسطورة واسمه هيفضل حتى لو المسيرة بتاعته انتهت. فعلى كل حال طبعا الآراء بتختلف، لكن خلينا نحاول نعرف برضو مزيد من الأمور أو الخبايا اللي وراء هذا القرار. معنا على التليفون الناقد الرياضي مجدي سلامة. أستاذ مجدي صباح الخير عليك. صباح الفل يا استاذ نوند، وصباح الفل على فيصل، وصباح على كل متابعي قناه الاهلي. بنرحب بيك. صباح الخير يا استاذ مجدي. يعني زي ما كنت بقول كده الناس اختلفت والصحافه كمان اختلفت، في اللي مع هذا القرار وفي اللي ضد هذا القرار، وفي اللي قال ان هو اتسرع، وفي اللي قال لك لا اكيد هو ادرى بمصلحته، لكن في العموم يعني خلينا نقول انت شفت برضو ازاي هذا القرار، وهل كان متوقع الى حد ما ان احنا فعلا بقالنا فتره بنسمع على كلام زي كده؟ في البداية القرار بتاع اعتزال هازارد كان قرار مفاجئ جدا طبعا للبعض، يمكن هازارد مر بمسيرة كبيرة جدا، يمكن هازارد من أهم اللاعبين الموهوبين في السنوات الأخيرة، هازارد بدايته كانت كبيرة جدا مع ليل، ثم انطلاقته الذهبية مع تشيلسي، يمكن مع ريال مدريد ما قدمش المستوى التنافسي العالي اللي هو كان بيتطلع ليه دايما، ممكن تكون ده من الأسباب الأساسية إن هو ما قدرش يلاقي نفسه إن هو يلعب في مستوى كبير، يمكن ما لقاش عروض بشكل كبير في الفترة الأخيرة، يمكن جاله السعودية، جاله الصين، جاله أمريكا، يمكن العروض دي ما كانتش بتتطلع لطموحات هازارد إنه يلعب في مستوى تنافسي كبير زي ما لعب في ريال مدريد، فقرر إن هو يعتزل كرة القدم. يمكن في إحصائية مهمة جدا لهازارد، يمكن هازارد ما لعبش في 76 مباراة بس مع ريال مدريد، وغاب عن الفريق 470 يوم، ممكن تكون حالة الإصابات دي عملت له حالة فقدان شغف، اللي هو ما قدرش إن هو يعني خلاص بقى، ما كرة القدم بالنسبة لي خلاص أنا فقدت الشغف ومش قادر يعني ألعب تاني خلاص، فقرر إن هو يعتزل، خصوصا إن كمان هازارد لما انتقل لريال مدريد يمكن عيلته اتكيفت بشكل كبير جدا في مدينة مدريد، يمكن أولاده انتقلوا المدارس هناك اتأقلموا بشكل كبير جدا، فخلاص إن هو ممكن يكون برضو ان هو ما حبش ان هو يتنقل خارج مدينه مدريد، فقرر ان هو يستمتع بوقته مع اسرته في الفتره دي.
يعني هو طبعا قرار، لو احنا هنتكلم كعشاق لكرة القدم او هو يعني محبي كمان هازارد اكيد هيحزنوا الخبر زي ده، لكن برضو البعض توقع ان هو ممكن يكون ليه دور تدريبي بقى في المستقبل، ممكن مع ممكن احد الفرق يعني اللعب معاها او غيره. هل بتتوقع ممكن حاجة زي كده برضو او سمعت خبر زي كده؟ اكيد هازارد طبعا الكل بيتوقع له ان هو يعني لازم يكمل في كره القدم. هو يمكن زي ما قلت لك ان هو عنده خبرات كبيره جدا، هازارد كمان اتدرب تحت ايد مدربين كبار جدا، بنتكلم في كارلو انشيلوتي، زين الدين زيدان، جوزيه مورينيو، انطونيو كونتي وهكذا. فكل دول مدربين كبار طبعا عنده لغات كتير، ده تقدر تخليه في غرفه الملابس. ممكن يكون هو زي ما قلت لحضرتك نرجع للحته الاسريه، ان هو ابتدى يستقر في مدينه مدريد، فممكن يفكر ان هو يمشي على خطى راؤول او قابيلو، ان هو يعني يدرب فريق ريال مدريد من المراحل السنيه اللي هي اللي تحت، يبتدي يشتغل على نفسه ان هو يبقى مدرب خلال الفتره اللي جايه. طبعا استاذ مجدي شايف يعني الملاعب العالميه او الملاعب الاسبانيه تفتقد واحد بقيمه اللاعب هازارد، مدى تاثيره طبعا مع المنتخب البلجيكي؟ يعني اعتقد هيبقى ليه تاثير كبير جدا مع منتخب بلجيكا غياب او اعتزال ايدن هازارد. بالتأكيد طبعا هازارد موهبة كبيرة جدا، يمكن هو أعلن اعتزاله من فترة مع منتخب بلجيكا. طبعا بلجيكا فقدت واحد من أهم اللي هو عناصر الجيل الذهبي في بلجيكا في الفترة الحالية، بنتكلم في هازارد يعني بيمثل قوة كبيرة جدا من منتخب بلجيكا. طبعا كل حزين جدا على قراره، بس يعني هو يمكن هو شايف إن هو كده اختار الوقت المناسب، وهو اتكلم إن هو يجب أن تستمع لنفسك، فاللي هو خلاص أنا ممكن مش قادر أكمل. طبعا بنشكر الناقد الرياضي الاستاذ مجدي سلامه وشاكرين يا استاذ مجدي، ويعني نستمتع بيك ان شاء الله في مداخلات خاصه بالكره العالميه في الفتره القادمه. خلونا دلوقتي نتعرف على اغلى 10 مدافعين عرب في التاريخ من خلال الفيديو ده، ومن بعديه هنرجع نطلع لفاصل وبعدين نستقبل ضيوفنا في الفقره الاولى عن الجولف كروكيه. بنرحب بحضراتكم في الفقرة الأولى، وهنتكلم عن الجولف كروكي واللي مصر بتشارك كمان في بطولاتها الدولية بشكل بصراحة مميز جدا نقدر نقول. على كل حال هنتكلم مع اثنين من أبطال اللعبة يعني وعن بطولاتهم أكيد واستعداداتهم للبطولة اللي جاية. خلينا نرحب بكابتن صلاح الدين محمد، وصلاح الدين بطل العالم ومدرب الجولف كروكي، صباح الهنا. ومحمد كارم بطل مصر والعالم في الجولف كروكي، بونجور، صباح الهنا. صباح الخير يا كابتن صلاح، صباح الخير يا كابتن محمد، نتمنى لكم التوفيق وتكون فقره مميزه، جماهيرنا وكل اللي يعني مهتمين بلعبه الجولف كروكي يستفيدوا من دي الفقره ان شاء الله باذن الله. كابتن صلاح، انت بطل العالم ثلاث مرات، 97 و2000 و2014 بالظبط. كلمنا عن الثلاث بطولات كواليسهم، اصعب المحطات اللي مرت عليك في الثلاث بطولات دي. هو انا من حسن حظي ان الثلاث بطولات العالميين دول كانوا في مصر الثلاثه. كويس. والصراحة في 97 وفي 2000 احنا كان لينا ريادة مميزة جدا، وكان الجولف كروكي هو الكروكي، في جولف كروكي وفي اسوسيشن، فالجولف كروكي احنا بنلعبه في مصر، وكان بره اقل شوية مش معروف قوي، لكن هو كرياضة هو مسلي اكتر من اسوسيشن، لان في تبادل ضربات، يعني انا بلعب والخصم بيلعب، انما في الاسوسيشن لا، هو بيلعب وبعدين لما بيقع انا بنزل. فالاجانب بره في امريكا وفي انجلترا وفي بقيه الدول لما لقونا بنتميز في هذا المجال ابتدوا يشغلوا الجولف كروكي عندهم، ويبقى عندهم اهم يمكن من الاسوسيشن دلوقتي. فكان 97 و2000 احنا كان عندنا رياده خاصه جدا، بس هم بقى لقطوا الموضوع وابتدوا يشتغلوا على نفسهم، وابتدت المنافسه تبقى يعني منافسه متوازنه ما بيننا وما بينهم. بس حضرتك ابتديت عندك كام سنه؟ ويعني خلينا برضو نعرف الباك جراوند شويه. والله انا ابتديت كروكيه من 42 سنه. اوكي. كان وقتها عندي 17 سنه. واول بطوله عالم كانت 97، كان وقتها عندي 33 سنه. وكنت مبتدي في نادي الصيد. واستمريت في نادي الصيد سنوات طويله، وكنت مقرر لجنه في نادي الصيد، وبعدين انتقلت بعد كده لنادي زهور. عايز اتكلم على الكروكيه، احنا طول عمرنا في مصر نفسنا جدا ان النادي الاهلي يخش يبقى عنده كروكيه، يعني ده امل وطموح كبير جدا عندنا، لان كلنا عارفين قد ايه النادي الاهلي نادي فيه نظام، فيه سيستم محترم جدا.
فاكيد هيضيف للعبه جامد. هي يمكن لعبه يعني شهيده شويه ومش منتشره جدا، لكن النادي الاهلي اكيد لو تبنى الموضوع اكيد هيبقى عندنا فرصه كويسه جدا ان اللعبه تنتشر اكتر من كده. بس هي كانت زمان في الافلام انا فاكره، وتحديدا نادي الصيد كان شهير جدا بيها، كانوا دايما يجيبوها في الافلام ان هم ممثلين بيتكلموا وبيلعبوا كروكي. انا أيوه. فاكره اللقطات دي كانت في نادي الصيد أيوه. كمان أيوه. فيعني ربما هي مش شهيره قوي عشان ما اخدتش الاهتمام الاعلامي، لكن اعتقد دلوقتي بالنتائج اللي احنا بنتكلم فيها لا يعني ممكن نقول في طفره حصلت برده مؤخرا. فخلينا برده نعرف تفاصيل ده، بس نتعرف برده كابتن محمد اكتر عنك، وابتديت امتى تحديدا لعبه الكروكيه تحديدا؟ هو انا ابتديت لعبه الكروكيه سنه 2010 تقريبا. كنت بدات برضو في نادي الصيد، قعدت حوالي 5 سنين في نادي الصيد، حققت معاهم 3 دوري و2 كاس مصر، وبعد كده انتقلت لنادي الزهور، برضو حققت مع نادي الزهور 4 دوري و2 كاس مصر وكاس فردي للاتحاد وبس، ولعبت بطولات عالم كتير، لعبت بتاع 5 بطولات عالم. يعني السن كبير، مش كبير قوي بس يعني ابتديته مش في سن صغير. هو ابتدى دلوقتي يبقى فيه اهتمام بالشباب اكتر. اللعبه ابتدى يبقى فيها شباب اكتر في مصر وعامه في الدول كلها. الاول كانت الدنيا طريقه اللعبه مختلفه تماما زمان، كان السن كله كبير في السن، فوق 25 على الاقل يعني، لا فوق 30 كمان او اكتر. وبس دلوقتي لا، يعني دلوقتي بقى فيه بيبتدوا اللعبه من 12 سنه لحد بقى، يعني هي مفتوحة يعني ممكن ناس فوق 60 كمان تلعب اللعبة دي. بس طبعا بتوصل لحتة التنافس والكلام ده بيبقى السن بيبقى أصغر شوية، فطريقة اللعب وطريقة الناس بقت تاخد طريقة اللعب بشكل مختلف، بقى فيه اهتمام بالناحية النفسية، اهتمام بالفتنس، اهتمام الكلام ده كله ما كانش موجود زمان. بس هو ده هو، أنا بدايتي كانت في نادي الصيد وانتقلت لنادي الزهور دلوقتي. حلو جدا. كابتن صلاح، النقله دي حصلت ازاي؟ يعني التحول من اللاعب لمجال التدريب، ازاي حصلت النقله دي مع حضرتك؟ والله حضرتك بعد ما بتحقق 3 بطولات عالم، وده غير البطولات اللي في مصر يعني بطولات الجمهوريه وكده ودوري وكاس والكلام ده، ومع التعرض بقى لان انا سافرت بطولات عالم كتير جدا وسافرت بطولات دوليه كتير جدا، فالموضوع بالنسبه لي بيبقى الشغف بيبتدي يبقى انك تطلع حد جديد، الشغف انك انت تلاقي حد بيلعب وفكره الى حد ما انت كان ليك تأثير. انا من انصار جدا ان كل لاعب له شخصيته، انا بحاول بس اعمله شوية تعديلات بسيطة لكن ما اقدرش اغير له شخصيته بحيث انها تبقى شخصية صلاح حسن، ما ينفعش. فهو ده التحدي، انك تطلع جيل جديد علشان خاطر تنافس بيه بره، لان دلوقتي الفريق النيوزيلندي هتلاقي متوسط اعماره 20ات مثلا، الامريكان دلوقتي عمل يعني بطل العالم النهارده عنده حاجه 20 سنه بطل العالم الامريكاني اللي قبل كده كان حوالي 42 سنه، فالاعمار عماله بتنزل، وده كان من دواعي ان الاتحاد المصري للكروكيه دلوقتي بيبتدي يوجه النوادي ان لازم يبقى فيه مباريات فيها ناس اقل من 21 سنه اعتبارا من 12 سنة، وده دفع النوادي ان هي تضغط على نفسها علشان خاطر تطلع نشئ جديد علشان دلوقتي نقدر ننافس ونفضل محافظين على الريادة بتاعتنا بره. طب هو ليه اصلا الرياضه دي من الرياضات اللي بتعتمد على السن شويه المتوسط، مش هنقول الكبير، يعني هل هي لان مش رياضه فيها يعني تفاعل جسدي كتير، التركيز او اللعبه بتعتمد اكتر على التركيز الذهني، الحسابات مش الجهد البدني، فالاطفال او الصغيرين في السن بيبقوا بالعكس عايزين رياضه فيها يعني الاعتماد على القوه البدنيه اكتر، هل ده السبب ان الرياضه دي فيها سن اكبر؟ هي الفكره كلها حضرتك ان النهارده الشباب الصغيرين خالص او الاطفال بيدخلوا في الرياضات اللي فيها عدد، بيبقوا علشان الرياضه تدي لهم كمان ازاي يتعامل مع زميله، انما الكروكيه هي لعبه فرديه مفيهاش قوه بدنيه قوي برضو يعني، لا هي محتاجه فتنس لكن مش محتاجه قوه بدنيه جامده. فالنهارده طول العمر كان الناس بتحاول تودي ولادها سباحه، طايره، فولي، جمباز. دلوقتي احنا بقى بنعتمد على اعضاء اسره الكروكيه ان احنا نخلي ولادهم يبتدوا يدخلوا واصحاب ولادهم يبتدوا يدخلوا، فهو زي ما حضرتك عارفه كل حاجه بتتطور مع الوقت، فهو ابتدينا نطلع مع الوقت ان احنا بننزل السن علشان يبقوا عندهم القدره على المنافسه لما يوصلوا سن 17 18 30 32.
حلو جدا. كابتن محمد، استعداداتك الفتره دي ايه؟ ايه البطولات اللي عندك الفتره اللي جايه؟ وهل بتفكر تكرر تجربه الكابتن صلاح وتخش مجال التدريب ولا يبقى في اتجاه تاني؟ تمام. هو انا لسه كنت لاعب بطوله من اسبوعين في اسبانيا اسمها كامينو دي سانتياغو، دي كانت في اشبيليه، انا خدت المركز الاول، وهي بطولة يعني بمثابة بطولة عالم، هي 64 لعيب بين كل أنحاء الدول، زي التشيك، برتغال، أسبانيا، نيوزيلندا، إنجلترا، تقريبا كل البلاد بتلعب في البطولة دي. عملت فيها مجهود كويس جدا، وده التروفي اللي أنا كنت أخدته اللي في الصورة ده. بس الاستعدادات بقى اللي هي بتبقى قبل البطولة دي بتبقى أن أنت بتحاول أن أنت بتجهز نفسك فيتنس، لأن أنت ممكن تقعد تلعب مثلا في يوم مش أقل من 6 ساعات متواصل. بدني، بتحاول تركز في النيوتريشن بتاعك كأكل. الحته المنتال النفسيه، اللي انت ساعات بتقع نفسيا في الماتشات في وسط الجيم، فازاي ان انت تريكوفر وازاي ان انت تحاول تحسن من ادائك في وسط الجيم. دلوقتي احنا ابتدينا السيزون بتاعنا بقى في مصر كدوري وكاس وكاس اتحاد والحاجات دي، وفي بقى بطولات اللي هي بطولات الجمهوريه، بطولات تصنيف اللاعبين. وان شاء الله السنه الجايه في بطوله العالم، دي هتبقى في امريكا في فلوريدا، دي ان شاء الله انا هبتدي لها تجهيزات ان شاء الله يعني المفروض من دلوقتي. برضو نفس الكلام، هركز على الفيتنس وهركز على النيوتريشن بتاعي وهركز على الحته المنتال المهمه جدا في اللعبه بتاعتنا، الحته المنتال. وحته بقى التدريب دي، انا اوريدي فعلا كان جالي انفيتيشن شهر 8 اللي فات في ايرلندا، الفريق الايرلندي بعت لي انفيتيشن ورحت فعلا وعملت كوتشنج هناك، ولان احنا بنمتاز بحته التاكتكس عندنا والاستراتيجي بتاعت اللعب في مصر مختلفه عن بقيه الدول. وبس فانا رحت فعلا 12 يوم، حوالي 12 يوم عملت لهم كوتشنج هناك، والدنيا كانت لطيفه. في دماغي طبعا ان انا اعمل الموضوع ده، بس في الاوقات اللي انا ببقى ما فيهاش عندي حاجه مهمه فيها كبطوله او حاجه عشان اقدر اركز على نفسي. بس هو ده. طيب هو الجوائز بتبقى ايه يعني غير تروفي او غيره؟ هل في جوائز ماديه مثلا ولا؟ على حسب البطوله يعني. بطوله كامينو سانتياغو دي من اقوى البطولات دلوقتي اللي بتتعمل، هي بقى لها عمرها تقريبا 3 سنين. كان اول بطوله، اول نسخه كانت تقريبا اللي خدها كان واحد اسباني. النسختين اللي بعد كده الحمد لله ربنا وفقني وانا خدت النسختين دولت، بيبقى فيها جوائز ماديه وبيبقى فيها تروفيز، وهم بيعملوا كل شويه زي بقى كل يوم بيعملوا مثلا عشان كنوع من انواع السياحه، بيعملوا لك كل يوم مثلا في مكان في الحته دي دينر مثلا، كوكتيل، مش عارف ايه كده، بحيث ان انت يبقى الموضوع بالنسبه لك سياحه وفي نفس الوقت بتبسطي بالبطوله اللي انت بتلعبيها. يعني جواز ماديه ما تقوليناش طبعا يعني، مش لو مش عايز لا 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 عادي. بس تقريبا توصل لارقام كويسه يعني، يعني توتال جوائز اللعيبه كلها حوالي 15000 يورو تقريبا. خلي بالك مش اعلى حاجه برضه، ان هوندي ابتدت تفكر ان هي تمارس اللعبه. يلا بينا نادي السيد قدام بيتي، هعدي الشارع بس. بس احنا يعني انا عشان كده يعني وانا صغيره بروح النادي، فانا بشوف الكروكيه، النادي السيد من اشهر الانديه واقدمها تقريبا في رياضه الكروكيه. بس فعلا كنت بشوف كبار سن، رجال وسيدات هم اللي بيلعبوا، عمري ما شفت حد سننا او اصغر بيلعب، عشان كده كنت او الموضوع لفت نظري. بس هل كمان نقدر نقول ان الكروكيه من الالعاب الايليت يعني، مش اي حد بيلعبها زي الجولف؟ هي طبعا لعبه اليت وكل حاجه، بس برضو مؤخرا ابتدى يدخل فيها كذا كاتيجوري، لان برضو زي ما بقول لك احنا الموضوع بقى تنافسي اكتر، وبقت تعتبر مش رياضه اجتماعيه، بقت رياضه تنافسيه اكتر. فبقت كل النوادي بتحاول ان هي تطلع لعيبه وتطلع ناس بحيث ان هي تنافس وتاخد بطولات. حلو. زي ما انت فاهمه العادي بتاع السيدات عاملين شغل ولا ايه؟ طبعا عندنا بطله العالم سهى مصطفى. ولسه البطولة العالم اللي فاتت خدنا مراكز ثالث رابع خامس تقريبا. بس فلا تمام، عاملين شغل كويس قوي. طبعا نادي الصيد ونادي التوفيقيه من اشهر الانديه في هذه اللعبه. كابتن صلاح، عايز اروح لحضرتك بقى نقطه مهمه، لاني خلاص اعتقد ان الفكره ابتدت تشتغل مع نهوان. عايزين نعرف قوانين اللعبه، ازاي بيتم احتساب النقاط؟ اللعبه دخلت مصر امتى؟ طيب اللعبة دخلت مصر بصورة ممارسة عن طريق الإنجليز، وكانت أول النوادي كان نادي الحوامدية ونادي سبورتينج في اسكندرية، وبعد كده انضم إليهم نادي الجزيرة طبعا، وبعدين دخل بعد كده المعادي والصيد، وابتدت بعد كده النوادي كلها تبقى حابة أن يبقى فيها ملاعب كروكي. وده كان في الستينات.
اسف في الستينات بقى ابتدى يبقى في اتحاد. احمد حمروش الله يرحمه كان هو رئيس الاتحاد، وهو يعني حاول بقدر الامكان ان هو يوسع رقعه اللعبه. جه بعديه امير رمسيس نجيب، وده اللي خلانا نتعرض بقى ان احنا نطلع بره. يعني احمد حمروش ابتدى بطولات عالم في مصر 97، وفي 2000 ابتدينا بقى نتوجه ان احنا نطلع بره من 98 و2000. وامير كان بيعمل كده ان هو كان حتى ساعات كان بياخد ناس على نفقته مع الفريق علشان خاطر نبقى نتعرض للعب وللظروف بتاعت بره. فاول اتحاد كان في الستينات، ومن ساعتها بقى لغايه دلوقتي بيجوا ناس افاضل يبقوا رؤساء مجالس اداره الاتحاد. وقوانين اللعبه احنا عندنا 6 اهداف او اقواس، وبنلف عليهم بطريقه معينه يعني بسيكونس معين، والجيم بيبقى من 7، اللي بيجيب 7 لغايه 7-6، اللي بيجيب 7 بياخد الجيم. وفي ماتشات بتبقى 3 اشواط يعني 2-1، وفي 5 اشواط في النهائيات يعني 3-2. الفكره كلها في اللعبه ان ازرق واسود فريق واحمر واصفر فريق. ازرق واسود بيحاول يعدي من الاقواس ويمنع التانيين وهكذا، والتانيين بيحاولوا يمنعوه على اساس ان احنا بناخد مكان كويس، والتاني بيحاول يشيلني، لو ما عرفش يشيلني بعدي من القوس باخد نقطه بنتقل للقوس اللي بعده. ده بصوره سريعه. حلو جدا. طيب اللي جاي ايه بقى؟ مش فكره بس بطولات، يعني حلمكم في تطوير اللعبه دي تحديدا ايه؟ نوصل لفين كمصر؟ والله يعني احنا لينا الرياده في مصر الحمد لله. احنا عندنا ابطال عالم كتير في اللعبه، وكل الدول العالم بتحاول ان هي تبقى على نفس الليفل بتاعنا في التنافس. نفسنا بقى يعني المفروض ان احنا اللي محتاجينه قوي الفتره الجايه ان احنا اللعبه تبقى اولمبيه، وده مش هيحصل غير لو حد من دول اسيا ابتدت تدخل في اللعبه وان هم ابتدوا يشاركوا، بس ان احنا نكمل ال5 قارات وان احنا نبتدي نخش كلعبه اولمبيه. هو ده اكبر حلم بالنسبه لنا ككل لعيبه كروكيه في العالم كله يعني، وان شاء الله يعني نحاول نحقق ده باذن الله، وتفضل الرياضه لينا كمصر يعني في دايما فوق يعني ان شاء الله. حلو جدا. في مصر احنا محتاجين الاعلام. يعني نمره 1 الاعلام، نمره 15 الاعلام. ان احنا نطلع النهارده على الهواء دي ميزه كبيره جدا. احنا طبعا يعني بنشكر سيادتكم على اتاحه الفرصه. والفكره هي كل ما اللعبه هتنتشر اعلاميا كل ما هتنتشر على ارض الواقع. وبعدين احنا النهارده زي بره بالظبط احنا بنبقى محتاجين رعاه. فالرعاه مش هيجوا الا عن طريق اشتهار اللعب او شهره اللعب معنى اصح. فاللي احنا محتاجينه الرعايه الاعلاميه والاهتمام الاعلامي. بص طالما جيتوا معانا قناه الاهلي والله اسمع مني ان شاء الله هتبقوا في قنوات تانية كتير، بس اوعد حضراتكم برضو بحاجه، احنا ممكن جدا نبقى ان شاء الله ننسق كمان مع بعض تقرير خارجي بالزبط. ونيجي نصور كمان في الملاعب او غيره، ده يسعدنا جدا. بالعكس بنحب دايما نعمل ده. نورتونا حقيقي بجد، وكل التوفيق ليكم. ولو جيتوا بقى نادي السيد قولوا لي يعني ان شاء الله. مش هعدي لكم الشارع بس باذن الله. دلوقتي هنطلع لفاصل ونستقبل في الفقرة الثانية الكابتن إسلام عادل نجم الأهلي السابق للحديث عن النادي الأهلي، الحديث عن وديتي المنتخب المصري أمام زامبيا والجزائر. نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا في الفقرة الثانية. رجعنا لفقرتنا الأخيرة، وهي فقرة من الفقرات المحببة بالنسبة لنهواندي. طبعا بنتكلم في الفنيات وفي الكورة والاستعدادات، عندنا ماتشات مهمة للمنتخب، هي ودية لكن لا تقل أهمية عن المباراة الرسمية، علشان هي ببساطه بتبقى استعداد للمشاركه في كاس امم افريقيا والتصفيات المؤهله الى نهائيات كاس العالم 2026. كلام كتير عن المنتخب وعن النادي الاهلي والمكاسب اللي النادي الاهلي بيحققها في الدوري حتى الان والمحترفين المصريين في الخارج. عندنا تفاصيل كتير طبعا هنتكلم فيها مع ضيفنا الكبير كابتننا الكابتن اسلام عادل النجم الاهلي السابق. كابتن اسلام برحب بيك ومنورنا في 10 الصبح. الله يخليك. صباح الفل. سعيد جدا وانا متواجد معاكم، سعيد اكتر اكيد وانا متواجد في قناه النادي الاهلي بيتنا اكيد يعني. صباح الهنا. ربنا يخليك. ويعني احنا كمان بنبقى سعداء لان احنا عارفين عنك الصراحه وارائك اللي ما فيهاش مجامله. وانا بحب كده بصراحه. مشكله، دي مشكله خدي بالك. في بعض الاحيان يعني. صح.
بص خلينا نبدا كده سريعا لان احنا لسه عندنا مشوار طويل جدا، عايزين كمان نتكلم عن اللي جاي اكتر ما هنتكلم عن اللي عدى، لكن لازم نعلق على الاهلي والاسماعيلي لان مباراه البعض كان شايفها سهله ومضمونه ومحسوبه ومحسومه وكل حاجه، والبعض الاخر قال لك لا بالعكس الاسماعيلي الموسم ده غير اللي فات، وايهاب جلال كابتن ايهاب جلال فكره بيبقى دايما مختلف وبيقدر ان هو يطور اللعيبه وحتى ان كان في فتره قصيره، وشفنا ده على الارض فعلا، شفنا اللعيبه مش هي دي لعيبه الاسماعيلي حتى في الماتشين اللي قبلنا. فقريت ازاي المباراه قبل كمان؟ يعني الحقيقه انا مطمن جدا في مباراه النادي الاهلي بالذات في الدوري السنه دي، وخلاص احنا وصلنا لمرحله كبيره جدا من الانسجام مع كولر والوضع بقى مختلف تماما. فاي حد بيلعب النادي الاهلي، انا كنت بتكلم مع كابتن مجدي عبد الغني بعد المباراه قلت له هيبقى حرام ان احنا نقارن حد بالنادي الاهلي، اي فريق في الدوري يمكن الفريق الوحيد اللي ممكن نبقى ندي شويه للنادي الاهلي عنده كواليتي لعيبه جيد وعنده استقرار اداري هو بيراميدز، عنده لعيبه جيده جدا. دي المباراه الموسم الحالي دي المباراه اللي تستني بقى انك تشوفي الاهلي ان شاء الله يكسب، بس يكسب بصعوبه شويه. انما كل الفرق الثانيه بما فيهم الاسماعيلي بما فيهم الزمالك بما فيهم فيوتشر كل الانديه حتى اللي ماشيه كويس، هيبقى انك تقيمهم في مباراه امام النادي الاهلي الموضوع هيبقى صعب جدا. الاسماعيلي فريق من الفرق الكبيره جدا واللي اساميها كبيره جدا، لكن نتائجه مع النادي الاهلي اخر 10 سنين ايه؟ تفوق واضح جدا للنادي الاهلي. الاسماعيلي تقريبا ما بيكسبش النادي الاهلي من 2011 او 10 تقريبا، بتتكلم من فتره طويله جدا مش قادر يكسب النادي الاهلي. فبالتالي انا نظرتي للمباراه انه زي ما الامور ماشيه هتفضل ماشيه، النادي الاهلي هيفضل يكسب اداء ونتيجه، لكن الجديد في النادي الاسماعيلي ان هم الفتره الاخيره محبين النادي ابتدوا يتجمعوا، بنشوف طبعا العميد احمد نجار، بنشوف الكابتن علي ابو جريشه، الكابتن عماد سليمان، كان هما ليهم رغبه ان الكابتن ايهاب يكون متواجد في الولايه الاولى، وايضا اصر ان هو يكون متواجد في الولايه الثانيه. كابتن ايهاب عنده شكل مختلف وعنده تكتيك مختلف، سي في كبير جدا، كان مدرب المنتخب الوطني، فبالتالي لا هو مقنع. وفتره المقصه كمان كانت افضل فتره ليه بصراحه، انا كنت بلعب معاه في المقصه ولا يعني 2017 لما خدنا ثاني الدوري ولعبنا دوري ابطال افريقيا بعد كنا الثاني بعد النادي الاهلي، دي احسن سنه في تاريخ مصر المقاصه. وبعدين خدي بالك هو مين يقدر ياخد الثاني بعد النادي الاهلي؟ يعني كم مره بتحصل اصلا؟ يعني غالبا الاهلي الزمالك بيراميدز بيعملها، بص خد بالك بالقدرات الماديه الكبيره جدا، لكن ان المقاصه تعملها في سنه من السنين ده كان شيء رائع جدا. وخد بالك كابتن ايهاب مشي بعد السنه دي، يعني ما لعبش دوري ابطال افريقيا، يعني اخذ الثاني ومش كابتن طلعت يوسف هو اللي لعب دوري ابطال افريقيا معانا. فهو مدرب كبير جدا، والمدرب الوحيد اللي من بره الزمالك اللي ما لعبش زمالك ومسك الزمالك، ما لعبش اهلي وزمالك ومسك منتخب مصر، فبالتالي السي في كبير جدا، موضوع مختلف. فهو مقنع بشكل كبير جدا للعيبه، مقنع بشكل كبير جدا للجمهور. خدي بالك حتى جمهور الاسماعيلي بعد المباراه، انا عجبني سلوك جمهور الاسماعيلي لاول مره من فترات طويله جدا قبل المباراه وبعد المباراه، شفت ان الناس بيرحبوا بالنادي الاهلي وبيتكلموا عن النادي الاهلي بشكل كويس قبل المباراه. يعني شفت بوست على السوشيال ميديا من صفحه من صفحات الاسماعيلي الكبيره، فكنت سعيد جدا بالشكل ان هم بنقول ان يعني النادي هي مباراه بين اشقاء، وكنت اول مره اسمع الكلام ده، كنت اول مره اسمعهم هو كده كده احنا اخوات وكل حاجه، لكن في النهايه في نديه شويه ما بين الاهلي والاسماعيلي. فكنت سعيد جدا بالاتيتيود بتاع الجمهور، وبعد المباراه سعيد جدا بقى بجمهور الاسماعيلي انه كان بيحيي اللعيبه، خسروا اداء ونتيجه امام النادي الاهلي لكن في اوقات كانوا ماشيين بشكل كويس، حييهم ايضا بشكل كويس جدا. ده واضح انه في استراتيجي موجوده في الاسماعيلي بشكل مختلف الناس هتبني عليها الفتره اللي جايه. اكيد سعداء، بكرر كل مره باجي هنا ان احنا سعداء دايما بالانديه اللي معانا في الدوري، لان في النهايه احنا كده كده لا نقارن، فبالتالي هنبقى سعداء ان اي حد يوصل لمرحله جيده. لكن زي ما بقول لك صعب جدا 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 انك تحكم على حد بيلعب النادي الاهلي، واحنا بنتفرج على الاهداف طوفان من اليمين ومن الشمال، و15 لعيب اساسيين اصلا في النادي الاهلي، وكل ما النادي الاهلي يعمل تغيير تلاقي 3 4 نازلين زي اللي جوه او يمكن احسن من اللي جوه. ف يعني مشفق على كل الفرق بامانه اللي بتلعب قدام النادي الاهلي، فمش مقياس النادي الاهلي في حته ثانيه تماما تماما. هنقعد نعيد ونزيد الكلام ده كتير، والنادي الاهلي كل يوم بيثبت بقى صحه الكلام اللي احنا بنقوله ده، واكيد الوضع مختلف، لكن جيم جيد، استعداد للنادي الاهلي جيد للمباريات القادمه سواء في السوبر ليج ان شاء الله او في كاس العالم للانديه. يعني استعداد جيد بشكل كبير. الراجل برده مارسيل كولر الاضافات اللي دخلت علينا يعني بيبتدي يجربها، عنده فرصه طبعا لما يبقى كسبان مباريات كبيره بسكور كبير، اول مباراتين في الدوري 4-3 7 اهداف، ده شيء رائع جدا. كمان مباراته امام ام بي كسبها بشكل، كنا في الاستاد انا وانت مع بعض متواجدين مع بعض بنتفرج انت مع بعض في الاستاد، لا كسب بشكل جيد جدا. وشفت طبعا مودست اول هدف ليه امام عاشور، يعني كنا بنتفرج في وقت من الاوقات الاستاد بيهدى كده، ده دي طبيعه الماتشات في انت دخلت الشتاء برضو، فتلاقي الدنيا الريتم هادي شويه، وبعدين امام عاشور لما نزل الجول اللي جابه الدنيا ولعت في الاستاد مره واحده، فتحسي انه يعني
اللعيبه في فرصه او في اجواء جيده ان اللعيبه تتالق بشكل كبير اللي داخلين على الفريق، فاهمه؟ ففي فتره هدوء، دي الفتره دي هو الراجل عمال بقى ايه يربط بقى في الـ في الـ في الـ في, الـ في الماشين بتاعته، عارفه؟ يجيب امام من هنا ويحط مودس هنا، رضا سليم، كوكا، وبيتالقوا في اي مركز بصراحه. ودي دي النقطه اللي احنا كمان لازم نركز فيها. بس في حاجه بقى انا وفاروق كنا بنتكلم فيها قبل الهوا، ليه دايما لما يبقى عندنا صفقه والصفقه دي تيجي وتادي كويس جدا اول ماتش وتاني ماتش لازم اصابه ثلاث ماتش؟ مش اول مره مع امام عاشور، لو احنا هنرجع شويه بالذاكره يعني حصلت كتير يعني كتير. يعني انت دايما يعني لحظه اصابه امام عاشور كانت بالنسبه لنا يعني شفنا مدى حب جماهير النادي الاهلي لامام عاشور. المشهد ده يعني دايما الصفقات اللي كانت بتيجي للنادي الاهلي دايما حظك في اول ماتش ماتشين ثلاثه، فاكرين اكوتي مانسا في النادي الاهلي مع ماتش اعتقد انيمبا النيجيري في نيجيريا، محمد محمود، عمار حمدي. فانت لحظه اصابه امام عاشور حسستك بقلق يعني كل اللي كان موجود في الاستاد واللي خلف الشاشات دلت على قيمه امام عاشور بالنسبه لفريق النادي الاهلي. بص، اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي غالبا بتبقى لعيبه كبيره يعني، لكن النادي الاهلي اكبر بكتير، فعارف انت رهبه النادي الاهلي وفكره انك تثبت انك جدير انك تكون متواجد، وفكره انك تبقى عارف ان كل جمهور النادي الاهلي يعني تقريبا مصر كلها بتبص عليك، فالموضوع ده مقلق جدا يعني. تخيلي امام عاشور مثلا كنت متابع اداؤه مع نادي الزمالك واداؤه مع النادي الاهلي، في فرق تكتيكي رهيب، في التزام رهيب، في كميه جري دفاعيه، خد بالك مش هجوميه، في كميه جري دفاعيه رهيبه يعني. امام على قدام كويس قوي، انما فكره ان هو يخلص الهجمه وتلاقيه راجع سبرنت على مكانه في نص الملعب ما حصلتش غير في النادي الاهلي، فده عامل لود ذهني وعصبي على 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 امام، فاهم قصدي؟ ففكره انه انا بتفرج، انا بلعب المباراه وال80 مليون هشوف امام عاشور هيعمل ايه. هي صفقه برده يعني كان في جدل كتير حواليها، فالناس كلها بقى مستنيه امام عاشور، هو كمان عارف هو هيعمل ايه، وبعدين هو قرار بالنسبه له قرار مهم جدا انه يسيب الاحتراف ويرجع. قد يعتقد البعض ان هي خطوه لورا، لكن هو مدرك جيدا ان هي خطوه لقدام، ممكن يطلع من النادي الاهلي على حته ابعد بكتير جدا من اللي كان فيها في الدنمارك يعني. لكن هو لعيب كبير جدا، اصابه ان شاء الله تبقى بسيطه، لكن زي ما بقول لك دايما فكره انه انك تيجي النادي الاهلي انك تلعب في كيان كبير جدا، بتلعب في الدوري المصري بس لما تدخل النادي الاهلي تحس انك كنت بتلعب كوره، تحس انك كنت في حته ثانيه خالص ايا كان لعبت فين. ممكن حد يزعل منك بالكلام ده على فكره، هيقول لك بيبالغ قوي، ها احنا مصدقين على فكره قلت... انت بتتكلم على واقع. انا لعبت في انا لعبت في النادي الاهلي يعني ما لعبتش مباراه رسميه، لكن اتمرنت مع النادي الاهلي ايام مستر مانويل جوزيه، وبعدين لما خرجت لعبت في الانديه الثانيه، لعبت في المقصه ولعبت في وادي دجله ولعبت في حرس الحدود. كنت بقول لهم ان انا لعبت دوري ممتاز ليفل عالي، ليفل ايه يعني، كنت بقول لهم ان التمرينه في النادي الاهلي تمرينه اقوى من مباريات كبيره جدا في الدوري الممتاز ده بجد يعني. ايام مستر مانويل جوزيه كنت تشوفي بقى الحضور الاعلامي والناس في المدرجات وحوالين الملعب وكميه بقى الريتم العالي اللي في التمرين والجديه اللي موجوده في التمرين. مباراه التمرين كان اصعب من اي مباراه، كان اصعب من مباراه قمه انا لعبتها في الدوري الممتاز يعني. فانت بتتكلم بقى في جيل كان فيه ابو تريكه، كابتن اسلام شاطر، وائل جمعه، الحضري، نادر السيد، مع طبعا الاحتفاظ باللقب طبعا ليهم كلهم، كابتن عادل النحاس، اسامه حسني، عماد متع. الجيل ده التمرين كان عامل ازاي يا جماعه؟ التمرين كان عامل ازاي مع مانويل جوزيه واحنا كنا ساعتها بقى بنكسب بطولات افريقيا كلها؟ ففكره انك تبقى ناشئ وتطلع بتقاتل علشان تبقى بس جدير انك تتمرن في بلاش تتمرن، انك تدخل اوضه لبس الفريق الاول، لان احنا واحنا ناشئين لما ابتدينا نطلع كان في اوضه كده زمان في جنب، كنا ما كناش لسه بندخل مع الفريق الاول، كنا بنقعد في الاوضه دي يعني نقعد فيها ما تدخلش مره واحده على ففكره ان انت اصلا تدخل اوضه لبس ده انت بتقاتل علشانه مش عشان تحافظ على التمرين. فطبعا الوضع في النادي الاهلي يا جماعه مختلف بشكل كبير جدا، وانا بقوله لك يعني هوندي ليه؟ لانه انا عشته يعني، انا عشته جوه النادي وعشته بره النادي، ولحد النهارده في كل الاماكن اللي انا بشتغل فيها بيتقال اسلام عادل لعيب النادي الاهلي، هو اضاف لي كتير جدا وشرف ليا ان انا انتميت، ومش هقدر ما اقولش انه النادي الاهلي كبير. لا هي طبيعه خاصه والجماهير ليها طبيعه خاصه، ومعرفش من انا تابعت امبارح لو شفتوا اللقاء ما بين موسيماني والاعلامي الكبير طبعا يعقوب السعدي، وتابعته كله وقال كلام حلو جدا، ساله انت سبت النادي الاهلي ازاي، ساله ذكرياتك مع الاهلي ازاي، ساله ممكن ترجع تاني ولا لا، ممكن جدا يبقى في فرصه للعوده مره ثانيه ما حدش عارف. بس فكره الحديث عن جماهير النادي الاهلي تحديدا من موسيماني عجبتني، لان هو قال لك الجماهير بتاعت النادي الاهلي دايما حطانا في القالب اللي هو انا لا يمكن اقبل بخساره، فانت دايما عايز تشتغل ان انت مش تبقى بتلعب وخلاص، لا انت لازم تحقق يعني البطوله. فطبعا ده ضغط كبير، بس هي دي الطبيعه بتاعتنا، واللي هيجي ينضم لجماهير النادي الاهلي او يبقى من الجماهير او حد من اللعبة
لعيبه او جهاز فني لازم يبقى عارف ده ومدركه. يعني كان شاكوت موسيماني دايما الضغط الجمهور عايزين بطولات كتير، يقول لك انا ما بلحقش اصحى الاقي الناس بيطالبوني بالبطوله، وبعدين لو حصل اي تعادل او حصل اي نتيجه سلبيه تلاقوا. انا فاكر موسيماني قبل ما يجي النادي الاهلي ايام كان مع صن داونز، لما كان هو واللعيبه بينزلوا قبل المباراه في الاستاد يصوروا الجمهور ويحتفظوا بالحاجات دي، وبعدين مره واحده لقى نفسه موجود برده، ودي برده ظاهره ما اتعملتش قبل كده، انك تجيب حد من افريقيا ويمسك النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا ويكسب بقى بطولات ويروح كاس العالم للانديه، هو شرف كبير جدا بالنسبه للموسيماني. اعتقد هو ما استحملش الضغط في فترات كبيره. ففكره ان انت مش مدرب بس، انت مدرب وبرده لايف ستايل برده بره، وانت مدرب النادي الاهلي اكيد ليها ضغوط مختلفه يعني. لكن اكيد اي حد بيتفرج علينا بيقول انت بتتكلم على النادي الاهلي وانك هي دي حقيقه، احنا بس بنحاول نحكي الحاجات اللي احنا شفناها. وخد بالك مصر كلها عارفه الكلام ده، بس الفرق ما بيني انا وما بين حد ان انا عارفه وعشته، وفي ناس شايفاه من بره. لكن لما بيسمعوا من حضرتك بنؤكد الافكار اللي هي عنده بناء على مواقف، وبعدين هو اللي بيحصل النتائج اللي بتحصل والشكل اللي بيحصل ده واضح يعني. بصوا الانديه اللي في الدوري كلها بتعمل ايه علشان تحافظ على شكلها، والنادي الاهلي ما شاء الله في حته ثانيه خالص يعني. النهارده ما شاء الله 17 18 لعيب ما شاء الله جاهزين لاولاد الناشئين. كوكا مثلا الماتش اللي فات لولا ان بيرسي تاو احرز هدفين كان بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش يعني، ولد صغير صحيح. وعمل اسيست رائع وعمل مباراه كبيره جدا يعني. دايما كنت بقعد اقول لك ان هوند لما 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 بتعمل بتكسبي وانت ماشيه بتكسبي بطولات، فرصه كبيره جدا بقى انك كل حاجه تبقى ماشيه، انك تجربي لعيبه ناشئين، انك تجربي لعيبه جديده، انك تستحملي لعيبه لسه ما جهزتش فتجهز، كل ده طالما انت بتكسبي خلاص كل ده في الاطار. وعنده فرصه دلوقتي مع اصابه للاسف احنا بنقول عنده فرصه مع اصابه امام عاشور، بس هو عنده فرصه كوكا ان هو يثبت نفسه دلوقتي وانضمام للمنتخب يعني. فرصه بيجهز مع الفريق، المباريات اللي احنا فيها بنكسب بشكل كويس، مش مضغوطين، ما دخلناش لسه في في في, في المرحله الصعبه، فبيجهز واحده واحده. واضح ان هو عنده يعني هو بقاله خمس شهور يمكن ما لعبش كوره، لكن مقاوماته جيده جدا صح. هيظهر مع الوقت يعني. ففرصه انك بتجهزه في المباراه الرسميه، خد بالك لو انت عندك احتكاك قوي الفتره دي ما كنتش هتقدر تلعبه مباراه رسميه، كنت هتتمرنه مع الـ مع الـ مع المعد البدني مثلا، انما النهارده انت عندك مباراه قادر تجربه وقادر تستحمله علشان تجهزه يعني. يعني يا كابتن اسلام يعني انت رحت لنقطه مهمه جدا، وهي ده الاسيست اللي كنت بقول يعني تطوير النواحي الخططيه لامام عاشور. كمان كوكا، وانت رحت اتكلمت على كوكا، عايز يعني نروح لحته مهمه جدا دلوقتي. المستر كولر مع لعيبه المهام الدفاعيه اللي هو مركز 6، بنشوف ديانج بقى يكمل الناحيه الهجوميه، شفناها في ماتش المصري، شفناها مع كوكا. مستر كولر بقى يطور الاداء الخططي للعيبه خط الوسط ما بين الاداء الدفاعي والاداء الهجومي، اعتقد عامل توازن مهم جدا. لا كولر مدرب شاطر جدا جدا يعني، وبيشتغل في هدوء زي ما بقول لك، وده مساعده جدا وفي صمت يعني، والحمد لله الدنيا هاديه جوه النادي الاهلي. الجانب التكتيكي اللي موجود يعني انا معجب جدا بالاسيست اللي عمله كوكا ده، لانه خد بالك برضو عمله قبل كده في ماتش المقاولين في الموسم اللي فات. ده بص الرؤيه عامله ازاي، بص التحرك كمان بتاع حسين اكبره ازاي، ان هو يعني خد بالك برضو تحرك حسين مهم جدا، التايمنج بتاع حسين متالق مع كولر جدا بصراحه. حسين وبيرستاو اعتقد النسخه الافضل ليهم يعني الاثنين بصراحه يعني. مثلا كولر مع بيرستاو بالنسبه لي عامل مفاجاه كبيره جدا، كانه هو اللي اختاره، كانه هو اللي جابه يعني بالظبط. فلا الوضع زي ما اقول لكم، مش بس كده، محمد هاني كمان متالق بشكل كبير جدا يعني. انا برضو شايف الفتره اللي موجود فيها هاني الفتره الاخيره مع كولر يعني يستحق ان هو يكون ليدر للنادي الاهلي يعني، احد افضل اللاعبين ثباتا للمستوى الموسم الماضي في النادي الاهلي. وبالمناسبه انا كان ليا حديث مع محمد هاني في احد المرات، يعني من ضمن الامور ان هو دخل لمستر كولر يتكلم معاه، قال له انا بشكرك على حاجات كتير جدا عملتها معايا، انت يعني ليك فضل كبير جدا في تحويل مصاري وحياتي في الكوره. فاعتقد محمد هاني انا هوند واحد من افضل اللعيبه للنادي الاهلي في الموسم ده، نجاح لكولر بصراحه. سمات الشخصيه بتاعت كولر خد بالك مختلفه تماما يعني. في وقت من الاوقات مثلا انا فاكر في مباراه من المباريات عبد القادر كان زعلان شويه بعد المباراه وعمل سلوك يعني، راح سلم عليه فسلم عليه بطريقه مش احسن حاجه، هدوء بقى الراجل يعني، ولا اتعصب ولا حسبها حسبه ولا انا مدرب وانت لعيب، هدوء الراجل يعني، حط كل حاجه في مكانها، مفيش حاجه، مفيش عداء مع حد من اللعيبه، مفيش مشكله، بيبقى متفاهم. كابتن النادي الاهلي واحد من كباتن النادي الاهلي ايمن اشرف كان موجود وما كانش بيلعب، مشي بشكل رائع جدا وبهدوء والعلاقه كانت جيده وهو ماشي، وتصريحاته وهو ماشي كانت يعني بصي عارفه الراجل ده عامل 100% جوه الملعب وال100% بره الملعب. فعارفه انت قصه ان اكيد الظروف مساعداه، انه اجواء النادي الاهلي دايما بتساعد على النجاح، لان دايما بقعد اقول مدرب اللي بينجح في النادي الاهلي يعني
انا بقول لك 80% اجواء، 80% ظروف، 80% تاريخ، حاجات كتيره جدا. انت بتنزلي بتلعبي امام النادي الاهلي اي فريق في افريقيا، انت متوقعه بشكل كبير جدا ان الافضليه للنادي الاهلي. لعيب اللعيبه احنا واحنا في الدوري الممتاز لما كنا بنلعب عارفين ان الافضليه للنادي الاهلي، لو عملت حضرتك فوتنج قبل المباراه هتلاقي ده طبيعي، هو التاريخ بيقول كده والواقع بيقول كده والامكانيات بتقول كده والبادجت بتقول كده وكل حاجه بتقول كده. ففكره انك برضو تنجح في النادي الاهلي انا شايف ان هي سهله وصعبه، يعني في سهله انك عندك كل المقومات وصعبه انك مطالب طول الوقت انك تعمل اللي ما تعملش. انا عايزه اروح معاك بقى عشان الوقت انا وفاروق برضو للسوبر ليج والاهلي وسيمبا، ومش المباراه على قد ما عايزه اروح للطاقم التحكيمي. يعني بتكلم موريتاني وكونغولي، احنا اتكلمنا في ده امبارح، بس رايك ايه برضو؟ وفي نفس الوقت برضو المشكله ان هي متكرره، ان احنا برضو افريقيا بنعاني الى حد كبير من بعض المشاكل في التحكيم. برايك ايه سو فار يعني، او حتى هذه اللحظه؟ يعني نظره الغيره اللي موجوده داخل القاره تجاه النادي الاهلي من كل بقى الفئات، يعني انديه ومسؤولين وحكام ومنظمين وكل حاجه، فكره ان انا بعمل بطوله بياخدها النادي الاهلي طول الوقت، حتى لو انا الكاف هيبقى هبعايز حد جديد يظهر، خد بالك يعني. صح. لكن في النهايه ما اقدرش استغنى عن النادي الاهلي لان هو اللي بيضيف القيمه التسويقيه الاكبر لاي بطوله. والتحكيم عنده مشاكل كتير جدا، يعني التحكيم في افريقيا بنعاني بشكل كبير جدا، وياما خسرنا مباريات او بطولات بسبب الحكام. وخد بالك بقى كمان الاصعب في المباراه دي ان النادي الاهلي ما بيكسبش سامبا هناك، دي برده مشكله كبيره. سامبا تنزاني انا مره كنت معاك هنا وفاروق انا وكنت مع هاندو وكريم، كنا بنتكلم على ان الفريق ده عامل بروجكت وبيحط النادي الاهلي مثلا اعلى يعني، والنادي الاهلي اصلا ما بيكسبوش هناك خد بالك يعني. فمباراه تبقى صعبه جدا. كولر اكيد باصص للمباراه دي بشكل مختلف، هو فريق جيد جدا وفريق عنده امكانيات كبيره جدا، مباراه من اصعب المباريات يعني اعتقد انا لو كنت لعبت مثلا مع مازيمبيا كان هيبقى بنفس القوه، لو كنت لعبت مع الترجي محدش يستهين خالص بسامبا. انا بقول لكم دلوقتي احنا ما كسبناهوش هناك قبل كده، وفريق كبير جدا، فهيبقى عندنا تحدي كبير. وخدي بالك كمان كان عاجبني في كولر السنه اللي فاتت من ضمن الحاجات اللي اضافها ان احنا كنا بندافع كويس وعملنا كلين شيتس كتير، ونهائي افريقيا لما رحنا دافعنا كويس. فخدي بالك انت هتلعب يوم 20 والعوده تقريبا 24 فانت الوقت ضيق جدا، احنا رايحين ان شاء الله بطريقه خاصه، ان شاء الله اللعيبه تروح قبلها بيومين فنبقى مستريحين ناخد اكتر حاجه من المباراه. يعني انا موافق جدا ان احنا نتعادل هناك تعادل مثلا سلبي ونقدر نرجع نعوض هنا، لان خدي بالك افريقيا ما بقتش زي الاول، الفرق بقت اقوى بكتير، الاستعداد بقت اقوى. البطوله دي بقى كل مباراه كاس، كل مباراه فاينل اصلا، هي البطوله عدد مبارياتها قليل وعدد الفرق قليل، يعني مباراه ولا اتنين تلاقي نفسك في الفاينل، لا الموضوع هيبقى صعب جدا. فمش بس التحكيم والجمهور والارض وسامبا، حاجات كتير جدا عوامل صعبه، لكن هو ده اللي كنت بقوله، هو ده قدر النادي الاهلي ان التحديات كل مره بتبقى اصعب من المرات اللي قبليها يعني. مظبوط جدا كابتن اسلام، يعني كان نفسنا الوقت يكون اكتر من كده، كان عندنا ملفات كتير عايزين نتكلم على المنتخب المصري والاستعدادات الاهلي، لكن الوقت دايما يعني شرفتنا يا كابتن اسلام. ربنا يخليك، انا مستمتع دايما وانا موجود معاكم. نورتنا يا كابتن كالعاده يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا فاروق. شكرا للحديث بقيه ان شاء الله، طبعا ده مكانك وان شاء الله نشوفك قريب. وشكرا ليك يا فاروق، نورتنا بجد، وانهي انت بقى الحلقه والاسبوع كله. يلا بشكرك انا هوند وبشكر كابتن اسلام. دي كانت حلقه ختام الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، ان شاء الله يعني الاسبوع القادم نكون موجودين في حلقه جديده من 10 الصبح في النادي الاهلي او في قناه الاهلي. دمتم للاهلي ودام حب الاهلي في قلوب كل جماهير النادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.